ظهرنا في اللايف يا جماعة. ظهر يا زين، خشيت اللايف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد وتتجدد اللقاءات مع ونس على دروب النجاح ومبادرة الباحثين السودانيين، أكبر منصة تهتم بقضايا الباحثين الطلاب الأكاديميين وكل ما يشغل بال الحياة السودانية. الليلة يا جماعة أول حاجة بنعتذر عن التأخير، لكن يعني خلونا الحتة بتاعت التأخير دي ذاتها دي مما فعلت أيدينا. يعني دي واحدة من المشاكل احنا في السودان، اللي هي مشكلة الكهرباء، مشكلة الإنترنت. فيعني بعتذر بشدة لدكتورة حميدة، يعني لأنها تعبت وتحركت من حتة لحتة عشان إنها تمشي تصطاد الكهرباء وتصطاد الإنترنت. يعني شكرا كثير دكتورة حميدة على يعني الإحساس الرائع. يعني صح اتأخرنا ساعة، لكن يعني في النهاية يعني يو ميد إت، يعني عملتها، يعني يديك العافية. ولا يميل أنا حابدأ بحاجة يعني جميلة جدا جدا كتبها واحد في الصفحة بتاعت دكتورة حميدة كبير لما جت عملت الإعلان للونسة وكده، فكتب كلام جميل جدا جدا. أنا داير الليلة الكلام ده نبدأ به الونسة بتاعتنا. قال نحن مجتمع فرداني، بمعنى شنو؟ قال نحن أغنياء بالقيم الفردية، فقراء في القيم المجتمعية. لعلنا لو نظرنا للمجتمع السوداني بهذه النظرة أن نفهم هذا التعقيد المربك في المجتمع. فبرغم التدهور الكثير من القيم، لكن يبقى الفرد السوداني ممتلكا للقيم الفردية اللي هي الأمانة والوفاء والكرم والرحمة والتراحم. في حين يفتقر للقيم المجتمعية، العمل الجماعي، احترام الآخر، المواطنة، الحرية، المشاركة. لذا نجد الإشراقات في تاريخنا وسياساتنا وفنوننا واقتصادنا ومشاريعها معظمها. الليلة احنا حنستضيف واحدة من هذه الإشراقات، وعشان ما نطيل عليكم مرحبا بك دكتورة حميدة. مرحبا بكم يا أخي، شكرا كثير يا أخي، شكرا كثير للفرصة دي. المنصة دي منصتنا كلنا، وأنا طلبتها عارفين إنه دي واحدة من الريكومنديشنز تحتي every semester، إنه كل الناس تمشي تبقى تجوين الجروب ده، لأنه جروب حقيقي يعني عمل لنا phenomenon كده، دي change في العمل البحثي والأكاديمي في البلد، وادانا بلاتفورم ما كنا بنحلم بها لفترة طويلة يعني. فشكرا لكم كثير على الفرصة دي، وكتر خيركم، وان شاء الله تكون الحكايه دي مفيده الليله الساعه دي. الله يديك العافيه، مرحبا بك وشكرا لك على وقتك. ودعونا في البدايه يا جماعه نترحم على شهداء جنينه وشهداء الوطن كله. يعني صراحه فجعنا يعني في الايام الاخيره دي بما يحدث في جنينه وما يحدث في كل بقاع الوطن، يعني من احتراب، من قتل. يعني المنظر بتاع الجثث تكون يعني بقت يعني شيء بقينا نتعاطى معاه بصوره عاديه. تخلي دي ذات واحده من الحاجات اللي خلتنا احنا ما نقدر نقعد في الباطون ونحل مشاكلنا، يعني بقت الجثث نشوفها كده عادي يعني. فبنترحم على كل الشهداء، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يرفع البلاء عننا، وباء الكورونا، وباء الاحتراب، وباء عدم احترام الانسان السوداني للاخر. وكما نحيي ذكرى 6 ابريل المجيده، اللي هي كان قبل يومين برضه حدث مايل ستون في تاريخ السودان. والليله ان شاء الله يا جماعه هنستضيف زي ما قلت لكم دكتوره حميده، والدكتوره حميده راح تتكلم لكم شويه عنها بعد شيء، هي تعرفنا عن نفسها اكثر ونشوف الليلة. طبعا احنا الليله استضفناها من الحته بتاعتنا، هي زولا يعني واحده من اعمده المجتمع المدني السوداني. يعني هي واحده من الناس اللي عملت حاجات شغل كثير جدا في المنظمات الطوعيه، اللي هي يعني متطوعه في يلا مبادر، وهي طبعا مساعده بروف في جامعه العلوم والتكنولوجيا من سنه 2008، مشرفه التسويق في شركه بلو نايل، وهي خريجه كليه الاداب جامعه الخرطوم. مرحبا بك دكتوره. مرحبا بك، كتر خيرك يا دكتور، تسلم. دارين نتعرف عليك يعني في البدايه كده، يعني نحن ما حنتكلم، يعني دارين تتكلم لنا اكثر عن المبادرات بتاعتك، لكن قبل ما تتكلم لنا عن المبادره عشان نشوف ذاته المبادرات دي بدات من وين، دارين نعرف ذاته دكتوره حميده دي من اول حاجه. طيب والله يا اخي، انا دخلت جامعه الخرطوم، قريت اداب لغات
يعني أنا عموما كده من بدري شديد شغوفة بالحراك والبرامج، ويعني من كنت صغيرة بتلقاني في الحلة مع ناس الجمعيات، مع نظافة الحي، مع الشغل في الجامع اليوم كله في رمضان. المهم دايما مفرفرة كده وبحضر وكده. كنت خلاص يعني أولادي بدوا يكبروا شوية، ارتحت شوية وبديت أتنفس عشان طيب أشتغل يا بالمزاج دكتورة، يعني. يعني معلش أي أقطعك، تفضل. يعني دي حاجة تخليك، ما حاجة سهلة إنه الزول يكون يعني بيربي في أطفاله وفي نفس الوقت بيمشي بيدرس يعني. فكده أنت أي أي أدينا تجربتك بس في الحتة دي عشان الناس اللي عندهم فهم إنه الزوج من بدري وكده ما تكون لون عايغ يعني. والله فتجربتك والله. هو طبعا الشريك دايما هو اللي بيدعم. يعني انا لسه دايما بنات صغار بيجوا بيقولوا لي ها وزي تجربتك وشنو، بقول لهم ما التجربه دي ذاتها ممكن كان ما تكون ناجحه شديد لو ما الشريك كان داعم. يعني انا من هنا بقدم التحيه لابو عيالي اللي هو محمد عبد الله، كان داعم جدا من بدري، يعني من بدري شديد. بيكون طوالي في انه حتى بعد ما خلصت خمسه وبقيت بفكر في انه انزل الماستر، ما انزل الماستر. كان عندي اواب ده كان عمره سنه، فبقول لي لا ليه على المشكله شنو طوالي انزل. حتى وبعد وقفته وقلت لا لا كثير وتقيل وشنو، كسلت شويه. فهو هيز بوشينج مي دايما يعني، فالتحيه له. الحاجه الثانيه الاسره الداعمه، برضو الاسره الداعمه. يعني انا تربيت في اسره بتحب العلم بتحب المعرفه، أسرة مبادرة ذات التحية من هنا لوالدتي مريم حسن، روحية للمدارس احنا موجودين هنا. الفكرة أسرتنا كلها كده ناس بيحبوا الأفكار تحت المعرفة والعلم وبيحبوا المبادرات وكده. فالسبورت كان أراوند يعني، الحمد لله ده توفيق من ربنا. لكن الناس تدرس الحاجة دي كويس يعني. ناس البنات لما يسألوني وكده بقول لهم أدرس اللغة، لسه ما سهلة ما سهلة. وأحيانا ممكن السراوندينج دي ايذر تو سبورت يو ولا تو دامب يو، فانت بتعاين كويس يعني. ما كل تجربه بتنجح، ما كل شريك بيدعم، ما كل اسره بتقيف معاك. السودان مشاكله كثيره والتشالنجز بتاعته كثيره. حتى الزول مهما تكون عزيمته قويه بيحتاج السبورت من الناس اللي حوالينه. لكن طبعا في النهايه الشخصيه المفرفره بتنجح في الاخر يعني، تقدر تتواصل يعني. تمام. والله طيب المهم تفضلي تفضل واصلي تفضل واصلي. تفضل تفضل. طيب خلصت الجامعة، تخرجت بأونر، دخلنا خامسة. كنت أصلا في سنة أولى جبت بتي الأولى، بتي دي بتقرا يعني، مش بتقرا تخرجت وشغالة كمان الحمد لله من بدري. لما خلصت خامسة كنت جبت ولدي أواب. خامسة دي خلصتها كده على آخر نفس، وكان جاهو يعني باخد بريك كده بتاع سنة وبواصل اللي اخذت معاه سنه ونزلت الماستر. اخترت اتخصص في السوشيال، محتاجه افهم الكوميونيتيز بتفكر كيف، الحاجات اللي بتطرأ على المجتمعات وتغير قيمة وتغير البرسبشنز بتاعتها شنو. دي كانت السؤال دايما اللي بيطرح نفسه معايا. فعشان كده هسه حتى انا في تخصصي متخصص السوشيال لينجويستكس، اللي هي الحاجات اللي ممكن تطرأ على المجتمع والاتيتيود بتاعه ثرو اللانجوج الكالتشرال اتيتيود. دخلت المجال العلمي متاخر او مجال العمل متاخر، بعد خلصت دراستي كلها وخلصت الماستر في معهد سيتي سنه واحده. ومنه طوالي دخلت جامعه السودان وبدات الرحله لحد الان ما انتهت في جامعه السودان. ده على الصعيد الاكاديمي او العملي. الشغل بتاع العمل الطوعي والمبادرات ده بدأ بعد ما دخلت الجامعة واستقريت فيها وحتى بديت الدكتوراه. الحاجة نفسها ما زالت البحث عن انه الناس دي بتساهم في تغيير على درجة، ده السؤال الكبير دائما انا بكون ببارين يعني. فطلبت في الجامعة بيجوا طوالي بعين من سنة أولى لحد خامسة، بعين لهم بعين لهم بيتغيروا كيف، بيفكروا كيف، بيتطوروا على درجة، شنو العامل الأساسي اللي خلى الناس دي اللي تطوروا وخلى دي اللي يرجعوا لي. وأنا فلقيت انه هو بس الشباب دي يعني محتاجين بس هبشه صغيره يعني، تريجر صغيروني بغير فيهم حاجات كثير يعني. انا كنت اكاديميك ادفايزر برضه في فتره من الفترات، فكنت بتابع الطالب من اولى لحد خامسه. فلقيت انه مجرد سبورت صغير كده يعني، حبه تريجر بسيط، هو فعلا بيحصل له تشينج دراماتيك في ان هيز بيرسوناليتي ان هيز ان هيز بلانز وكده. فده اللي خلاني افكر في انه يا اخي في حاجه لازم تشتغل از انيشيتيف، تشتغل لدعم الشباب دول.
بفتش بفتش، طيب ما معلش لقيت انا حاجة، لقيت انه حوقفك فضل هنا. بعدها. انت وقفتني طوالي، لان ايوه، انا لو ما وقفت لانه تاني ما بجيب. الكلام اللي بتقوله فيه ده بالمناسبه ده كلام مهم جدا جدا. يعني ده يعني حته انه حاجه صغيره بتغير الشباب دي، ده نحن حنفرض له حيز كبير جدا، لانه ده جزء من شغلنا. يعني احنا في مبادره الباحثين السودانيين تعبنا ده كله، لانه بس دايرين يعني ان شاء الله يعني في سنه كامله ان شاء الله لو قدرنا نحقق، لقينا انه في نفرين من نفرين لخمسه انفار حققوا نجاح، انا بكون مبسوط جدا جدا. قبل ما اجيك للمرحله دي، لانه كتبت اسئله هنا، انت اللي خلاك تصلي للمرحله دي شنو يا دكتوره؟ انه يعني الدافع او الحافز اللي خلاك لحد ما تصل، انه والله يا اخي خلاص يعني انا ده الكونكلوجن بتاعي، انه الشباب دول محتاجين حاجه بسيطه عشان ينجحوا. سألت سؤال فات عليك، اه معلش يعني عندي حاجة الحاجه اللي كده. خلتك اللي وصلتك للحته دي شنو؟ والله يا أخي، يعني ما الستوريز اراوند، يعني ما انت بتكون يومي، يعني بتتعامل مع كم دفعة، بتتعامل مع شباب من مختلف الباك جراوندز، لكن بتلقى انه في ادمشن كده بيحصل لهم في لحظة، بمجرد وانا صغيرة. يعني انا طلبة، حتى لو لاحظت هسه في البوست بتاع انت نزلته الاعلان، اغلب الناس اللي بيعلقوا ناس من طلبتي ذاتهم، نعم يعني الطلاب ديل بيكونوا جايين توتالي لوست في سنه اولى. يعني انا لسه معروفه في الجامعه ما بدرس السنين الكبيره، يعني بدرس اولى وثانيه بالكثير، يعني الا كذا اضطر ثالثه ورابعه، لكن اولى وثانيه دائما عندنا نظريه كده انه انا بمسك اولى بس. ليه؟ لانه الناس دي بيجوا لوست، بيجوا لص وبيجوا راسهم لافي وما عارفين حتى دخلوا الحته دي ليه، وما عارفين حيطلعوا منها بشنو، وما عارفين هم عايزين شنو في الدنيا. فانا جزء كبير من شغلي، عشان كذا الطلاب يعني بيحبوا تدريسي وبيحبوا طريقتي، لانه انا ام نوت فوكسينج اون السبجكتس. السنه الاولى دي السبجكتس ما كلها انتدكتوري وحاجات كلها خفيفه، يعني نص المحاضره انا بكون شغاله معاهم بس ايذر ستادي سكيلز ولا لايف سكيلز ولا شغل في انه هاو تو بلان يور كارير، وكيف انك تستفيد من الانترنت. طوالي معروفه يعني انه من بدايه اول رول عندي في اول محاضره بقول لهم تعملوا ويب، تعملوا ايميل، وتعملوا سبسكريبشن، هاكم دي كم ويب سايت. وباي ذا واي السودانيز ريسيرش انيشيتيف واحده من الويب سايتس اللي بعمل لها ريكومنديشن من اول محاضره. يعني ليه؟ لانه انت يو نيد تو كرييت النتورك، النتورك ممكن تخلق لك surroundings pushing for success، يعني دي واحدة من الحاجات. فالقصص اللي حوالينا كان كثير، يعني الطلاب انا بشوف ناس بيكونوا بعدين هرجالين، شفت الناس اللي بيكونوا مهرجلين ورا خالص، ذيك اللي بيطردوهم طوالي، ديل اكثر ناس انا بحبهم، لانهم بيكون في اختلاف وتمرد. التمرد ده بيكون الانديكيتر الحقيقي، لانه الزول هو عنده حاجه عايز يقولها بس ما عارف يقولها كيف. فناس كتار هسه ناس مشوا ماستر، مشوا منح، مشوا مناسبات وأعراسهم، بيقولوا لنا اعزموني ماجستير، حاجات بيقول لي يا اخي انت بس في كلمه معينه قلتيها احنا ما نسينا، في حاجه معينه انت قلتيها ما. فكثيره القصص، يعني كثيره شديد كثيره. ففعلا بيحصل تغيير حقيقي. هو القاعده شو انا لحد الان ما فهمتها، يعني why people they can catch this spark and why don't others، ما عارفه انا القاعده شو لحد الان ما فتش عليها. الله يديك العافيه. ده كلام رائع جدا جدا. انا متمني يعني انه الانترنت ما يخزينا، والصوت يكون مسموع لكل الناس اللي معانا لايف في الفيسبوك، لانه ده كلام مهم جدا جدا، وكلام يعني كلام بتاع زول، ما كلام نظري، ده كلام بتاع زول عملي، زول مشى زرع وانتظر البذره بتاعته لحد ما اثمرت، وهو بيقول لنا في الثمره بتاعته. طيب نجي للحته بتاعت يعني انت بتفتكري انه، او حسب ملاحظاتك، انه الطلبه اللي بتكون مثلا بيكون عندهم مشاكل مثلا في الجامعه وكده، بيكونوا فاقدين الدعم الاسري زي ما انت قلتي، الاسره الداعمه والشريك الداعم مهم جدا جدا للنجاح. بتفتكري انه الطلبه ديل يعني يفتقدوا الحته دي، ولا هم ما عارفين يلقوها، ولا شنو يعني حسب الحاجه اللي انت شفتيها؟ والله والله يا دكتور، الموضوع ده ما عنده قاعده شديد. حتى انا كلامي بتاع السبورتنج ده انا بخاف انه ناس يمسكوه على انه هو احنا ما عندنا يلا خلاص معناه، لانه انا عندي نماذج، لا كان عنده شريك داعم، لا كان عنده سبورتنج فاميلي، وبرضه كان فيري امبرسنج، كان فيري امبرسنج. الموضوع ده فعلا ما عنده قاعده، ربما دي تكون سبورتنج فاكتورز اراوند، يعني الزول اللي بيلقى
احيانا السبورتنج فاميلي، انا شفت نماذج كانت ضاره بالنسبه لهم، كان ضاره لانه هو متمرد وما عايز يعيش في جلباب ابيه مثلا، يعني ما عايز امه طوالي تتابع في انه عملته وما سويته وقريت وراح اقرا وشنو، ما كان فاكتور بالنسبه له مناسب حسب شخصيته هو يعني. فما بتلقى يعني، انا شفت ناس برضو سبورتنج شريك سبورتنج بارتنر والراجل بيبوشينج هار طوالي واعملي وسوي وهي ما عايزه، يعني العناصر ذات دي توفرها ما شرط. انا بتذكر لحد الان عندي واحد من طلبتي هسه حاليا باولاده ما شاء الله بدري، يعني كان طالب معي في صلتي يعني دي 2007 الكلام ده، فالولد ده ولد بري يعني زول هزيل ونحيل، وانا كنت بلاقيه بدرس في وزاره، بدرس موظفين الوزاره، بنمشي بمرات في كورسات خارجيه في صلتي فبنمشي ندرس الناس الموظفين، طبعا خدمه مدنيه واعمار متفاوته وكده، في النص كده ولد صغير كده ضعيف كده قاعد، وكان بيصححني، انا دي كان اول سنه اشتغل 2007، فكنت وانا بدرس كل فتره كده يرفع يده يقول لي لكن دي كده يصححني يعني، فكنت قلت له يا اخي تعال انت قصتك شنو، ما شاء وشاطر جدا يعني، قال لي يا اخي انا طالب بتاع لغات في جامعه جوبا، كانت جوبا الايام دي، لكن شغال بجي هنا الفجر بغسل الحمامات في الوزاره خلاص وبرجع احصل محاضراتي في الجامعه. الزول ده كان very poor very poor، يعني ظروفه حقيقه كان ظروف صعبه شديد، بمشي البريتش كونسل بلقاه قدامي، بمشي اي فعاليه عندها علاقه باللغه الانجليزيه او باللغات بلقاه قدامي، زمان كان في الشرايط ما كان سي ديز ولا كده، اي شريط لاي حاجه بلقاه عنده مسجل مكسر كده لكن شغال. فما في نظريه محدده ما بتقدر يعني، القصه دي هي بس انا بفتكر انه الزول روحه عاليه يعني، هذا a huge soul اللي بيقدر يعني to overcome الحاجات regardless، هي ده توفيق من الله يعني، ده توفيق بيجي من الله، كلها بتساعد، كل زول هو توفيقه وحظه في الحته دي، لكن ده ما سبب رئيسي مباشر، السبب الرئيسي انت براك وعزيمتك وعايز تعمل شنو في الدنيا. نعم، وهي تخلي برضو الواحد يستفيد من الفرص، يعني في ناس بيقدروا اي فرصه صحيح. يعني من الفسيخ بيقدر يعمل شربات يعني، وفي النوع اللي صحيح مهما تكون يعني كلام جميل صحيح جدا جدا. طيب يا دكتور، انا بس ده ارجعك شويه للمرحله الابتدائيه، اوكي يعني المدارس يعني اللي انت قريتي فيها وكده، يعني كان دور شنو في انها هي تحفزك او تضيف لشخصيتك الاسعى قدام لديك؟ والله يا أخي المدرسة دائما كانت من الحاجات اللي أنا بتفاعل فيها كثير يعني، يعني دائما المدرسة بتكون، أنا بتذكر أنا قريت الابتدائي في مدرسة المزاد بحري، وكان إحنا متوسط طبعا قرينا في شمبات الشرقية، فكان الوقت لحقنا غايته جزء أخير كده من الجمعيات الأدبية، الفعاليات الثقافية، شغل المسرح، الحاجات دي يعني أينما كانت بتلقاني أنا كنت قاعدة يعني. حد الثانوي يعني أنا قريت في الخرطوم القديمة، كنت يا بعزف في الأورجن للفرق يا بغني أنا ذاتي، يا بتلقاني في الأسبوع الثقافي برتب في ندوة، يعني المدرسة في الحقيقة في فرصة لأنه الناس يطلعوا منها حاجة كويسة، في فرصة يعني، الابتدائي والمتوسط والثانوي كلهم انا كنت فيهم يعني، بلقى زول يدعمني عشان اكون هنا. بتذكر الكومبوزيشن ولا هو الانشاء التعبير كان اسمه، بيطلعوني في الطابور يقول لي خلاص اجريها، دي الحياة دي ما كانت سهلة يعني، فعلا سبورتنج. طبعا الحاجات دي كلها بتبني الشخصيه بتاعت شديد الواحد. طيب اختيارك لكليه الاداب تحديدا؟ الاداب دي انا بتذكر لما كنت ممتحنه امتحان الشهاده ذاته كان بالنسبه لي تحدي كبير، لانه انا كنت في الوقت ذاك ناقه في انه انا عايزه اعرس كنت ناقه لهم في انه انا دايره اتزوج الزول ده بالتهديد، فشنو فكنت داخله معاهم في تحدي يعني، ما حتقدري وانت قايلين ايش ماخذه، قالوا لي انت اخذتي الادبي عشان سهل عشان تخلصي، لانه هم كانوا بيقولوا لي لو ما امتحنت الشهاده ما we are not going to discuss الموضوع يعني من الاساس يعني. فلما مشيت ادبي انا كنت يعني مستواي كويس شديد، متوقع انه امشي علمي يعني، واخوي واختي اللي قبلي شطار، وكل واحد احياء واحد هندسه يعني ماشيين كويس، ففجاه انا قدت لهم السيستم ده بادبي،
في الوقت ده كان الادب لا زال معتبر انه حق الناس اللي ما شطار يعني، للاسف يعني للاسف. فلما اخترت الادب انا يعني كنت عارفه انا عايزه شنو يعني من بدري، فاهمه انه انا عايزه حاجه عندها علاقه بالاداب والفنون وكده، لكن هي شنو ليه ترون اقوم اقررها. فامتحان الشهاده كان بالنسبه لي تحدي. انا بتذكر نتيجه الشهاده السودانيه كانت يوم الخميس، الخميس اللي قبله كان زواجي، فانا لما جيت استلم شهادتي كنت عروس يا اداب يعني صغيرونا كده. لكن كنت قلت المدرسه في الادب يعني، ما شاء الله. فقالوا لي يا اخ والله دي يعني، قلت لهم ها شفتوا يا جماعه انا والله قلت لكم انا بنجح ما في مشكله يعني. فكان درجتي يعني نسبتي كان عاليه، لكن وكان ممكن اخش قانون او اقتصاد يعني، كان في فرصه لبيزنس قانون اقتصاد. لكن لما اخترت اداب لانه فعلا فعلا انا كنت باشنت اباوت اللانجوجز شديد يعني، فعلا كنت دايره اقرا، دايره افهم الناس التانيين ده بيفكروا كيف. دي كان بالنسبه لي ايشو كبير، ما بحب زول يتكلم بلغه او يرتون جنبي وانا ما فاهمه او ما عارفه هو بيفكر كيف. دي كان بالنسبه لي حاجه اساسيه لحد الليله. This passion still يعني the same. لا يعني بقت ما الحاجز بقى من اللغة، الحاجز بقى ال perceptions وال mindset وال ياها يعني الأساس، الحاجات اللي عاملة لنا حواجز بيننا وبين بعض نعم الناس عموما يعني. جميل جميل. يعني دي يعني ده كلام محفز جدا جدا. يعني هسه دي احنا يعني في 23 دقيقة ما شاء الله، يعني اخذنا ثلاثة محاضرات في ثلاثة اتجاهات. طيب نجي للحتة بتاعت خشيتي في الجامعة. تمام. يعني انا ما اقدر اقول لك انه انت يعني كان الهدف بتاعك شنو، انت خشيتي آداب دار تفهم الناس اللي حواليك وكده يعني، لكن الخطة بتاعتك الطويلة الأمد. ما هو زي لما نخش الجامعة بيكون عنده هدفين، هدف عملي وهدف علمي. أنت الهدف العلمي بتاعك إنك تقدر تفهم الناس اللي حواليك، هدفك العملي كان شنو؟ والله ما كان واضح، تخيل يا دكتور يعني ما كان واضح في وقتها يعني. انا كنت زي الطلاب اللي بيخشوا الجامعه يعني اتليست عارفين هم عايزين يتعلموا شنو، لكن ليه وعشان يعملوا بيه شنو انا ما كان واضح لي لسه. وفي الحقيقه كنت منشغله بالحياه الجميله الجديده، بيت صغيرونه حلوه كده، وجبت لي بيت صغيرونه تانيه حلوه كده، فما كنت يعني مركزه شديد في حكايه البلاننج. تخيل الوقت ذاته وقتنا دخلنا فيه ده الكلام ده ما في ناس الكارير بلاننج ما في الكلام ده يعني. وذاته دي كان حاجه كويسه انه انا عارفه دايره شنو دخلته يعني ان بيربس كده، لكن حقيقي ما كان عندي في الوقت ذاك، ما كان عندي فكره، ما كنت عارفه. لكن كنت بس مستمتعه بانه بقرا في حاجه بحبها وبفهم فيها، وغالبا كنت قايله روحي حمشي على الليترتشر لان كنت بحب الادب وبكتب شعر، ويعني بفتكر انه كنت خاطر روحي اني يعني زول اديب وكده. فلما دخلنا الجامعه كنت بفتكر اني حامشي ليتريتشر يعني، ده كان فاهمين انه انا حامشي في الحته بتاعت النوفلز والدراسه الادبيه وكده. لكن بعد ذاك طبعا الخطط العمليه بتتغير مع التقدم السنين. لما دخلت وتخرجت بقيت في انه انا الليتريتشر دي ما واضحه لي انه انا عايزاها شديد، فمشيت لانجويج اللي هو في المزول لما نمشي عشان الخامسة يحضر، فبيختار ايذر لينجويستكس ولا ليترتشر. فالليترتشر ما كانت بالنسبة لي مشجع شديد، فمشيت في اللينجويستكس لحد ما تخرجت. انا ما عارفة هعمل باش والله يعني، ما كنت عارفة، لكن ربنا يتقبل ويرحمه استاذي دكتور البصيري، محمد البصيري ان شاء الله يعني، انا دائما بترحم عليه لانه كان بالنسبة لي مرشد، هو كان مشرف في الماستر. فبعد اتخرجت وخلصت الماستر وقعدت جيت وكده قلت له انا ما عارفه اعمل شنو، اعمل شنو القرايه خلصناها تاني في شنو، امشي اشوف كده صلتي وكده جرب نهاية خالص. ما كنت شايفه روحي انا زوحي انه this is not me، this not me, no, not a teacher. لكن مشيت في الموضوع يعني، هو ماشي في الجامعه، لكن ربما this is not me دي هي اللي خلتني هسه موضوع الجامعه يبقى بالنسبه لبرنامجي 30% بس، نعم. طيب و70% في المجال بتاع التعليم. اول حاجه يديك العافيه يا دكتور. اول حاجه نرحب بكل الناس اللي معانا في اللايف في الفيسبوك، بيرسلوا لك شكرا لهم، التحايا شكرا لهم انه حاجه يعني. رائعه جدا جدا. ومعانا الناس اللي في شكرا الزوم، لهم بس بنبه الناس يا جماعه نحن دائما في اخر نص ساعه بنفتح المشاركات، يعني المشاركات سواء كانت في الفيسبوك او في زوم بندي الناس فرصه يتداخلوا يعني.
طيب يا دكتورة، يعني كان الجامعة بالنسبة لك كانت رزق اليوم باليوم، يعني انت كنت بس حابة بس الموضوع بتاع الجامعة، ما عندك أي خطة، ما عندك I'm أي حاجة. enjoying بس I'm having fun كنت ببساطة تمام كده جدا يعني. جدا. طيب التيرن بوينت اللي هي في الماجستير، مش كده؟ التيرنينج بوينت حقيقي كانت في بعد نزلت الجامعة، بعد نزلت التدريس في الجامعة بعد 2008، ده كان احتكاك مباشر بطلاب بقعد معاهم فترة طويلة، لأنه في سلطي كنت بدرس لكن الكورس كله شهر ولا شهرين، والناس بيمشوا بيجوا ناس ثانيين، بيمشوا بيجوا ناس ثانيين، صلتي مجرد سنة واحدة لكن يعني التحية لهم كلهم، أنا تعلمت منه في السنة دي لأنه درست من اللواءات في الجيش لحد العيال الجايين في الثانوي، كل الفئات كل الأعمار كل المستويات، فيعني أنا اكتسبت الخبرة بتاعة التعامل مع البشر والتعامل مع الناس عموما في صلتي قبل الجامعة، لأنه فعلا درسنا موظفين ودرسنا ناس جيش ودرسنا ناس طلاب صغار وناس كبار، فيعني سنة كانت ثرة شديد بالنسبة لي جدا يعني. نعم لكن التيرنينج بوينت الحقيقية بعد ذاك بقت في إنه أنت بتعاين لزول بيجيك من سنة أولى لحد خامسة، أنت بتعاين في البروجريس بتاع الزول ده فور فايف ييرز، فور ييرز 4 سنين ما 5 سنين في جامعة السودان، فأنا كنت بالنسبة لي a very interesting exercise لما أراقب في المراقبة تحت الامتحانات، لأنه بكون درست زول في أولى وصادفته تاني في الامتحان وهو في ثالثة، وجيت تاني راقبته مثلا او ناقشته في البحث بتاعه مثلا في رابعه، يعني كانت بالنسبه لي very interesting انه اشوف اللي حصل شنو للزول ده، شكله بيتغير يعني من شكله ابتداء من شكله طريقه كلام واحلام وحاجات، انه كنت لصيقه بينهم في سنه اولى يعني، فكانت دي التيرنينج بوينت الحقيقيه اللي هو الاوبزرفيشن بتاعت البروجريس حق الزول او الديكلايننج. برضه بالمناسبه انا في سنه اولى كان بلقى ناس يعني اوت ستاندينج، يعني زول يعني كان زول بيفتكر انه هي كان جيس هاو ثينجز ار جوينج اون، ففجاه بتلقى انه يو كان نوت جيس، كل الناس اللي كنت مفتكرهم هم اللي حيكونوا رهيبين وشطار وهناي تلقاهم مشوا ورا خالص وتغيروا وامورهم باظت شديد، وتلقى الناس اللي كان انت يو كان ما بتشوفهم اصلا في الكلاس ما حتى ما بتلاحظهم، ساكتين ولابدين وظلهم ميت وما عندهم اي حضور، فجاه بتلقى حصل بوستنج ثالثه بقى ولا الدفعه وبيجي عنده احلام وخطط وبيجي يحكي لي وكده، بقول وات هابن، انا بس السؤال بتاع وات هابن ده لغايه الان طب هل مخفف فيه يعني، لقيت الإجابة ولا ما لقيتيها؟ والله الاجابه لسه ما لقيتها ما لقيت. ما لقيتها والله ما لقيتها، الانسان ده عامل متغير جدا يعني، الانسان ده unexpected unexpected لاخر درجه، اصلك ما بتقدر تو تيل مهما انا يعني بفتش في علم السايكولوجي في علم المجتمع في كده، في انه يعني حتى في كتاب كان قريته لمالكوم جلادويل اللي هو الكاتب اوتلايرز، مالكوم جلادويل عنده كتاب اسمه ذا تيبينج بوينت، كنت بحبه فتره طويله مباري الكتاب ده، ذا تيبينج بوينت بس بيجاوب على حته انه شنو اللي بيحصل في اللحظه كده دي، اللحظه بتاعت كلينج والزول يتغير فجاه دي، ولا الفكره فجاه يعني جن فاير يعني بصوره مبهجة ومدهشة شديد، فبيتكلم عن انه بس في فاكتورز كده دي بتحصل صدفة او لحظة معينة كده وبتتضافر الفاكتورز على انه الزول يحصل له كده، لكن برضه ما جاوب لسه على الإجابة. الإجابة عايزة مقوس، عايزة وبعدين برجع فيها لسه دي، برضو. الله بس الله بس أيوة دي الإجابة برجع. الوحيدة. نعم صح، لكن برضو برجع فيها الدعم بتاع الأسرة، برجع فيها الانفايرومنت بتاع الجامعة، الحاجة الحتة اللي بيدرس فيها، برجع برضو السراوندينج أو المجموعة اللي بتحيط بالزول ده وكده يعني. ف كلها بتفيد واحدة كلها واحدة بتدعم. أنا دايماً بقول لطلابي، هم طبعاً بيستغربوا، بقول لي يا أخي أنت بتكبر الموضوع كده، بقول لهم أنا بتعلم منكم. فبيقول لي يعني كيف أنت بتتعلم مننا؟ أنا بقول لهم شوفوا، يعني حتى الطالب اللي بيجيني متأخر أنا بتعلم منه، والطالب اللي بيزوق يعني بالذات حلو، أنا اللي كنت في السعودية، فالطالب يعني بيجي بيقول لك يا أخي، بيجيب لك لما تزنقه شديد يعني أنك أنت متأخر ليه وكده أو أنت غايب ليه، بيقول لك يا اخي انا ايوه بجيب لك سكاليف، سكاليف انا شنو؟ بجيب لك سكاليف اللي هي سيكليف، تمام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه، فسكاليف دي طبعا حتى الطالب اللي بيمشي بيلف ويدور ويجيب السكاليف ده انا بتعلم منه يعني. ف ايوه يعني صح اصلا في النهايه هي الانسان ده خلق انه يتعلم،
طيب يا دكتور، نجي للحته بتاعت العمل المجتمعي، بديت فيه من 200 والله من 2013 تقريبا، يعني 2013 دي كنا احنا اسسنا المبادرة بتاعتنا يعني. لكن يعني انا شوف، دخلت جامعة ادرس من 2008 لحد 2013، دي 5 سنين. في ال5 سنين دي انا بالبعاين، بس لانه something has to يعني to get happen، في حاجة المفروض تحصل. يعني الشباب ديل ما لاقين معون يستوعبون، ما لاقين زول يدعمون. يعني بعاين للجهات الممكن سبورتنج الشباب، بعاين زمانك العمل السياسي كان بيلعب دور كويس، يعني بدري بدري العمل السياسي كان، ولا والتحركات السياسية كان اتجاه إسلامي، ولا كان جبهة إسلامية، ولا كان حزب شيوعي، ولا بعثي، ولا كل التيارات السياسية اللي كانت متحركة في الجامعة دي كانت تستوعب، يعني تستوعب طاقات الشباب بصورة كويسة شديد. يعني بيقروا، بيتناظروا، وبيتنافسوا، يعني في كم مواعين. في وقتنا ده كان السياسة خلاص بقت حاجة ما مرغوبة، والشباب زاهد فيها وما بتقدم له أي، يعني ما بتلبي له أي طموحات. بقى في، بقيت بلاحظ إنه في شباب كده بيتلموا، بيعملوا لهم مرات حقيبة رمضانية، في حاجة اسمها ديل أهالي كان معاهم محمد النص. بيجي أيوه، لقيت إنه يعني الشباب ممكن يخشوا فيه. مرة مرة بمشي بتلفت بعاين معاهم، لقيت إنه العمل الطوعي ده، هاي طيب ما في حاجة حلوة هنا، وفي حاجة كويسة فيها شباب كثيرين، والقصة دي كان يعني تقدر إنها تستوعب طاقات الشباب، وحاجة كويسة وحاجة مفيدة. فاسترعى انتباهي الموضوع ده، بتابع في الفيسبوك، بتابع أي مبادرة شغالة، أي منظمة شغالة بتابعها. فخلاص وصلت مرحلة، لأنه يا أخي العمل الطوعي ده المعون الوحيد حاليا الممكن يستوعب طاقة الشباب، و positively really positively. يعني كان الوقت ده، أنا بتكلم لك عن 2013 2012، اللي هو الوقت ده ما كان زي السي، ما في عمل طوعي ده، يا الله يا الله كده، لسه الناس بتفتكروا موضوع الشحذة بس، لأن زي العمل الطوعي مع ناس شحاذين، حاجة كده كانت لسه بدري شوية في الكونسيبت بتاعه. فبدينا 2013، بدينا كده نتحرك، اتلملمنا كده في الفيسبوك كم زول، حتى ناس ما بعرفهم، ولقوني متحمسة، وبدينا لنا حاجة اسمها لمة خير. البداية دايما تقليدية، البداية دايما يا هو شغل الخير وعمل الخير والمساكين، ودي البداية التقليدية لنا، لأنه ده مكوننا الثقافي أصلا. يعني مكوننا الثقافي لما أنت تبدأ عشان تتحرك ولا تبادر ولا تعمل شيء، طوال بتفتش عمل الخير، الأجور، ودار تخش الجنة، وياهو ده المفهوم بتاعنا، المكون الثقافي حقنا دايما بيودينا للبداية دي يعني. فكان بداية كويسة، عملنا لنا كم مبادرة، كم مشروع، اتلملمنا كتار، بدينا نشتغل شغل جماهيري، بنحاول نجيب شباب كتار. الانديكيتر الحقيقي كان بتاعنا انه ثرو دي السوشيال ميديا اوتليت اللي هو الفيسبوك ده، بيجينا كم شاب ما بنعرفه بيشارك معانا في المبادرة، كم زول ما بيعرفنا من خلال السوشيال ميديا ركب المواصلات وجانا. ده كان الانديكيتر الوحيد بتاعنا، بس انه قدرنا نحرك الشارع ولا لا، قدرنا نحرك الكوميونتي ولا لا. فلما بدينا كان الفكره انه لا دايرين دعم من جهه، لا بنتعامل مع مؤسسه، الفكره الحقيقيه هي تحريك المجتمع ذاته، ان المجتمع يحرك نفسه بين نفسه. شاب بيمشي بحرك خالاته، بيتكلم مع اخواته، بيمشي لابوه في شركته، بيلي ملينا قروش. يعني كنا بنشتغل شغل يعني عنده علاقه بس بانه الناس تتحرك وتفعل طاقاتها، وتدي ثقة في نفسها، وتقدر تفهم إنه هي دورها في الحياة أكثر من مجرد تعيش لنفسك بس. دي كانت نعم. البداية. طيب الوقت ذاك الانجازات شنو اللي عملتوها؟ بس في الوقت ذاك لسه انا ما يلا مبادر ونادي لسه ما وصلنا لها، دي لكن في لسه ما الوقت ذاك كان فيها الانجازات كانت شنو؟ والله يا أخي. لما تخير دي أنا بمتنة لها شديد، لأنه فتحت عيننا احنا شخصيا، احنا بدينا نتعلم، احنا اول شيء احنا ذاتنا بدينا نتعلم انه الحاجات ما بالطريقه اللي كنا فاهمينها احنا. يعني بدينا نفهم انه ادوارنا في الحياه دي ممكن تتفاوت وتتغير في اي لحظه، في اي لحظه احنا ممكن يبقى عندنا دور مختلف. دقيقه بس اشوف الشاحن ده عمل لي اشاره، لازم يكون شغال. طيب أول حاجة كنا عملناها إنه قمنا مشينا سجن الهدى للتائبات. السجن ده كان في الوقت ذاك 2013 كان ظروفه صعبة شديد جوا، ما كان هسه بالطريقة دي. يعني هسه مع نشطة حقوق الإنسان والمنظمات والشغل بدأ، زمانك ما كان كده. فكونه نقدر نخترق
لحد ما نخش السجن جوه ويدخلونا، قدر ندخلونا لحد جوه نشوف مشاكل السجينات ونقدر ندخل لهم. عملنا يوم صحي كامل، جبنا لهم ليل الأشعة والأجهزة الكبيرة بتاعت وثمانية دكاترة ومعمل وصيدلية، المهم، وعملنا لهم هدايا وعملنا لهم يوم ترفيهي وكذا. فدي كان أول حاجة نعملها، يعني كنا بنحاول نتعلم احنا نتلمس طريقنا في الموضوع ده. ثاني دورنا حقيبة رمضانية، كل سنة كانت بتتوسع وكل سنة كانت بتزيد، اشتغلنا على الأقل 3 سنين كانت. اشتغلنا ثاني حاجة اسمها تمهل وحلل، اللي هي دي كانت بداية الكلام ده، بقول لك 2013 14 لسه ما كان في الناس اللي بتجي في الاسطبات وبيلحقوا الناس في الحافلة الأذان الزن لهم والكلام ده. كنا عندنا شباب بيكونوا في كل الاسطبات في الخرطوم ومدرمان وبحري. الفكرة الأساسية كانت جميلة في الموضوع، إنه كانت from A to Z المشروع ده الشباب بيعملوا منه لهم، يجيبوا التلج من وين، يجيبوا قروش، يجيبوا بيها باغات موية وين، يجيبوا البلح من ياتو حتة، يجيبوا قروشه من ياتو حتة يتصرفوا هم، يقعدوا يتلموا ينظفوا البلح ويعبوه في أكياس صغيرة، يتقسموا الحتات ذاتها والاسطبات، يشتغلوا مع الناس المرور مرات، تحصل لهم مشاكل مع ناس الأمن يحاولوا يحلوها كيف. يعني كان a real practice بتاع leadership، a real practice of leadership المشروع ده. فهو انا كنت دايما بقول لهم انه احنا ما احنا we are not targeting الزول في الشارع ده، ما هو 5 دقائق وحيصل بيتهم، يعني قول ما فضر قول ساعه ما هيحصل شيء، يعني ما هو مشكله. لكن المشكله الحقيقيه في انه انت كشاب تقدر تطلع من ذاتيتك دي وتقدر لمده 28 يوم يوميا في وقت حار ووقت صعب وتعمل مجهود زي ده على اساس انك تلتزم كوميتمنت عالي وروح بتاعت عمل فريق عاليه شديد وليدرشيب بوتنشيالز بتظهر لنا ثرو ذيس بروجكت كان بصوره رهيبه. يعني اخر ما اخر يوم الناس كلهم من كل النقاط بيجوا بيشتغلوا في الاسطول بتاع عفراء. ما بتتخيل انه بيكون اكثر من 400 شاب، 400 عندنا صور في الحته دي، يعني اكثر من 400 شاب بتلقاهم في حته واحده شغالين وفرحانين ومبسوطين، وبيجوا خاشين الساحه الخضراء بيفطروا مع بعض بروح جميله شديد يعني. فافتكر انه كان عملنا جماهيريه عاليه، يعني اكبر انجاز انا بالنسبه لي في لما تخير انه خلقنا كريديبيليتي عاليه، لانه في ده كان وقت اي زول بيقول ديل منو جايين من وين وراهم منو، الموضوع ده كان هاي الايام ديك عالي شديد. فالكريديبيليتي انه الشباب ما بيعرفونا ونحن ما بنعرفهم وبيجوا بيشتغلوا بيلتزموا الفتره دي كلها وبيطلعوا علينا منهم بعد رمضان، بنشتغل بنعمل ابجريدنج لناس نجيبهم يشتغلوا مشاريع ثانيه. فالليدرشيب الحقيقية اللي بدت لنا في يلا نبادر مرقت لنا من الحملات الزي دي اللي كانت شغالة في المدخل. كان في شغل برضه في المدارس، في مشروع كان اسمه يلا نذاكر سوا، برضه الشباب كانوا بيمشوا المدارس الخرافية في مايو في الحلة الجديدة الحتات دي، بيشتغلوا مع الطلاب سنة كاملة، بيعملوا معسكرات أكاديمية وتشجيعية، يعني براهم منهم لهم. طلبة الجامعات بيفتشوا المذكرات، بيتوزعوا المواد، بيراجعوا مع الناس. وكان بيظهر لنا طوال الانديكيتر بتاع معدلات النجاح اللي بتظهر بعد المدرسه ما نشتغل معاه ونطلع. فبرضه كانت حاجه كويسه، خلت الشباب يفهموا شديد انهم هم they are worthy they are worthy وبيقدروا انه يعملوا تغيير حقيقي لو هم عايزين. انا بزيرو بادجت، انا زيرو بادجت، حياتي كانت كل زول بيجيب سندوتشات ما اعرف شنو، ما كان في تكاليف يعني في الموضوع. واي زول انا اقول نحكي له القصه نقول لنا قدام معاكم. فدي كانت الإنجاز الحقيقي، يعني إنه طبعا خلق اتيتيود كويس في العمل الطوعي في الفترة دي. طبعا عبرك بحيي كل الناس اللي بيشتغلوا في العمل الطوعي، يعني لانه يعني الشراره بتاعت العمل التطوعي دي قديمه جدا، يعني ما جديده، لكن استحدثت يعني بالذات في الفترات الاخيره دي. يعني ناس دي يوميا، يعني الواحد يفتح الواتساب بتاعه او الفيسبوك بتجيك يعني عشرات الرسائل انه والله الحقيبه الرمضانيه في كده، الحاجه اللي في كده. فده طبعا ده تكافل، وده يعني دي حكومه شعبيه. يعني بعد شويه انا متاكد انه الناس دي لو نظمت صفوفها ما محتاجين، لا محتاجين لحكومه ولا محتاجين لاي حاجه. ممكن لو نظمت صفوف، لو نظمت، نعم، يعني ندير شؤوننا بدون اي جيش بدون اي حاجه، نقدر نعمل اي حاجه، لانه سيدي يعني شباب من زيرو بادجت يعني يعملوا الحاجات دي كلها، ده يعني ده شغل ما عادي يعني. ولسه يعني بعد شويه لما تجي دكتوره حميده تتكلم لنا عن يلا نبادر، يعني حتكون نقله كبيره يعني. طيب وهو فعلا ده نعم تفضل.
من لما تخير طوالي مشيت يلا مبادر، ولا كان في حاجات بتوين يعني؟ لا لا، طوالي طوالي. لما تخير حتى هي لانها كانت مبادره، فبعد ذاك لما بدينا دايرين ننظم وكده دي، وانه نسجل عشان الناس بدات ترسل القروش، ومفروض يكون في حساب ومفروض يكون في نظام يعني. لما جينا نسجل لقينا انه في الاسم ده مسجل اصلا، في فعلا كان منظم اسمها لما تخير، حتى جو عملوا معانا قصه واسمنا وما اسمنا وشنو. فقمنا قلنا خلاص احنا زي ما خلقنا الاسم ده بنخلق غيره، ما في مشكله يعني. فجينا قعدنا الشباب كلهم جو قعدوا التحية لهم واحد واحد يا اخوان، التحية لناس لما تخير ويلا مبادر واحد واحد، الناس اللي اسسوا الحاجة دي ساعي بيقولوا حميد النص، والله الشباب دي هم اللي اسسوا الشغل ده يعني. لكن كان مجهود جميل خلاص يعني، ايام كلنا كده لما نتذكرها نفرح نفرح بالامل اللي كان الناس عايشين فيه ولحد الليلة يعني. فقعدنا كده قلنا خلاص هالاسم ده كنا متعلقين به يعني، هالاسم ده نغيره كيف؟ يلا ها 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 ها، احنا شباب واحنا بنشتغل في المبادرات نقول حاجه فيها يلا خلاص فيها يلا يلا شنو طيب يلا نعمل يلا نشتغل يلا نتطوع يلا. في الاخر قالوا لا يلا نبادر، وفعلا كان اسم موفق جدا، لانه ليترون جينا بدينا نقرا لقينا انه اصلا the seeds of any social change اللي هو ال value of proactivity دي. يعني البروactivity او المبادره دي هي السيد فاليو لاي تغيير مجتمعي بيحصل، وعشان كده دايما بنحاول نشتغل عليها اكثر حاجه يعني، اكثر القيم الاساسيه اللي بندق عليها. فيلا مبادر بعد ذاك بدات تتنظم يعني، بدوا يمشوا ناس ويجوا ناس يعني. لما تخير ذاتها فيها كان مجموعه من الناس نزلوا جو غيرهم، التدافع الطبيعي بتاع الاحداث اللي بيحصل يعني. يلا مبادر دي بعد ذاك بقى انا اكبر زول فيهم، كلهم الشباب الصغار ديل مدورين شغالين، طيب مشروع ولا مشروع، مشروع ولا مشروع، بدينا نفهم احنا بنعمل في شنو. لحد ما سنة 2016 وقفنا قلنا يا اخي احنا اثرنا ده حقيقي ولا احنا بنغوش في روحنا ساي؟ هل احنا فعلا بنقدم خدمة حقيقية في البلد دي، ولا فرحانين ساي بالصور وشنو؟ لانه احنا كنا من لما تخير بنحب التصوير شديد يعني، بنحب نوثق، بنفتكر انه احنا بنخلق صورة ذهنية للسودان، الشاب السوداني احنا بنحلم به، صورته الذهنية دي في الصور بنعمل فوتوز طوالي. حتى كان فترة طويلة بيهجموا علينا انتم ما تشتغلوا في صمت، ما تشتغلوا بدون بوبار، ده ما رياء وما عارف شو القصة دي، شربنا منها كثير فترة. لكن دائما بنجادل في انه لا يا جماعة، لا لازم الناس لازم تتشجع، الزول لازم الزول يفهم انه في الصورة ده طالب زيك قاعد في الكلاس، قاعد في الكلاس روم، وممكن هو يفرد وقت لغيره برضه. ده ممكن يبقى وكده. حددنا السكوب شغاله مع الشباب، طيب شغاله مع الشباب يا توم، لازم نحدد التارجت جروب بتاعنا، بيبقى الشباب العاملين في العمل المجتمعي، ما اي شباب، ما انت لو تشرد لا بتعمل امباكت ولا حتعرف انت منه. لازم كل ما بقيت سبيسيفيك كل ما قدرت مشاريعك تقدر تقيس اثر شو. فاحنا كنا الفتره دي بدينا نفهم حكايه قياس الاثر يا داب، حتى اول مره نسمع بحكايه امانيو وتقيس الاثر بتاعك والبيداب كده، بدينا نتعلم فيها. فقلنا خلاص ايوه، ما دام في حاجه اسمها قياس اثر معناه احنا لازم نحدد حاجاتنا ونحدد مؤشراتنا. طيب احنا منو؟ احنا كده احنا بندعم منو؟ بندعم الشباب العاملين في العمل المجتمعي. بندعمهم كيف؟ لقينا انه الشباب شغالين بدون خطط، مقدراتهم سكاترد، زول بيكون بتاع اي تي بتلقاه بعبي في عدس بحقيبه رمضانيه، في حين انه بالاي تي حقه ده لو قاعد عمل سيستم للحقيبه الرمضانيه دي زاد كده الناس اكثر. طيب يا اخواننا اذا الموضوع ده دارنا تنسيق حبه. في الاخر وصلنا لانه يلا مبادر دي هتشتغل في بناء الكومبتنس بتاع المتطوعين، او نحن بنقدر نخدم العمل الطوعي اكثر لو القوه البشريه العامله دي ظبطناها كده. شفت زي هسه مش بقول لك الكليه الحربيه مصنع الرجال، نحن كنا بنفتكر انه يلا مبادر دي بس شفت زي مصنع الشباب بيجوا خاشين، بنعمل لهم كده ختم بتاع كاباسيتي بيلدينج واتيتيود تشينج وحاجات كثيره كده، دي بيطلعوا كده بهناك ناس efficient effective، ناس leaders social leaders حقيقيين، عندهم قيم، عندهم اخلاق عاليه، عندهم public servant mindset، بيعرفوا problem based approach، بيقدروا يحللوا المشكلات، يقدموا creative solutions. يعني قدرنا نخط المخرج اللي احنا عايزين نوصل له، ومن هذا المنطلق مرقت بعد ذاك مشاريعنا كلها. يلا بعد شوي طيب شوي يعني. الحته دي يا دكتوره، ما دايره دي دايره اول حاجه دايره يعني هيومن ريسورسز، دايره ناس يشتغلوا فيها، وعايزه بودجت لان حاجه ما سهله. انتوا الحاجه دي تقدروا توفروها كيف؟
والله يا اخي احنا ما لانه كنا 3 سنين شغالين بدون بادجت واضحه وبدون ممولين حقيقيين، يعني غير المجتمع، الممول الحقيقي كان بالنسبه للمجتمع، كنا مراهنين عليه. يعني بنقول احنا اذا دارين 1,000,000 جنيه دارين من 1,000,000 زول، دارين من كل زول جنيه واحد بس، لانه ده الريال كراود فاندنج اللي بيعمل تغيير حقيقي يعني. فما كانت ما كان هم بالنسبه لنا، نقول اصلا ما كان هم يعني ندور الفيسبوك ده، الصفحه دي تدور from nowhere out of nowhere القروش كان بتيجي. بعدين كنا خلقنا قاعده كويسه وكريديبيليتي عاليه، والشباب كانوا كدار. فبعد ذاك حتى من بعد ما بدا في استراتيجي بقينا نفكر في انه خلاص المفروض نعمل بعد ده شراكات مع المؤسسات وكده. الشباب كتار فما كان عندنا مشكله في الحته دي. الميزانيات بدينا نفتش بعد ذاك لانه علاقاتنا بقت كويسه، في ناس عندهم مركز بتاع تدريب بدون القاعات بتاعتهم. بقى عندنا بلك اوف يعني بورد اوف كونسلتنسي ممتاز شديد، يعني سمعتنا بقت كويسه، بقوا يجونا الناس عايزين يساعدونا. استفدنا جدا من 2016 ولقدام من خدمات استشاريه من ناس لحد الان. احنا يعني هاتس اوف والله، احنا بنشكرهم وممتنين لهم جدا، ابتداء من قتاده ابو عبيده بدا معانا اول استراتيجي، ولحد حنان عبد الكريم دكتور حنان متخصصه في السستينابيلتي، حاتم يونس متخصص في الشغل التنموي وفي الكباسيتي بيلدينج. ناس كتار انا لسه ما دايره لانه حانسى، لانه احنا في كل سنه ما اقل من 7 8 كونسلتنتس بيشتغلوا معانا والله، في الاستراتيجي، في الكباسيتي بيلدينج، في المانيوالز، في كل الحاجات دي. حتى احنا دربونا، احنا ناس جونا دربونا، احنا زادنا في انه كيف هاو تو فايند اور سترينث، وهاو اننا ناخدها في حتتها المناسبه في التيم بيلدينج يعني. فالسنه الاولى لما اشتغلنا كان القصه بس يعني زيرو بادجت، برضه قاعه من هنا، زول مدرب من هنا، نحن بنشتغل ما في مشكله. الشباب بيجيبوا بيدوبوا شيرهم، بيجيبوا فطورهم، بيعملوا حاجات. من السنه الثانيه خلاص بدينا بعد ذاك قدمنا يعني موديلنج باي اكزامبل زي ما بيقولوا. خرجنا اول دفعه من اول برنامج اسمه شباب قادر. برنامج شباب قادر ده برنامج بس متخصص في انه يبني المتطوعين ويبني المنظمات ذاتها، يعني يعمل اورجنايزيشنال ديفلوبمنت للمنظمه ذاتها جاي منها المتطوع، ستارتنج من الاستراتيجي، الديزاين بتاع البروجكتس، هل هي الايند مع الجولز والاوبجكتيفز، هل الاستراكشر مناسبه للبروجكتس دي، هل التيم الموجود هل هو كومبتنت انف عشان ينفذ الحاجات دي، هل القيم الداخليه الموجوده في المنظمه دي قادره انها تخلق يعني نسيج كويس، يعمل الفاينانشال سستينابيلتي قادره تتعامل. المهم كل الحاجات دي كنا بنحاول نشتغلها مع الشباب ومع المنظمات بتاعتهم. فاول دفعه خرجناه من شباب قادر قمنا جبنا الناس كلهم ساكتين ساعه اشتغلنا، بس لما جينا نخرج الناس جبنا بعدنا في السي اس ار الشركات المؤسسات قلنا يلا اهو ده احنا شغالين 6 شهور مع الناس اهو ده اليوم. فطوالي بقت في رعايه طبعا، بعد ذاك بقى كل دفعه بتكون فيها رعايه وبيجوا ناس معانا بيشتغلوا والشغل ماشي يعني. الثورة بعد ذاك لما جت طبعا اضافت مشاريع عندها علاقة بلجان الأحياء، لجان المقاومة، لأنه هي النظرية الأساسية في يلا مبادر إنك تخلق social leadership from every pool أو from every institution ممكن يعمل impact في civil society. زمان كان بس في الـ NGOs ما كان في غيرها، والانيشيتيف بقى في بولز جديده ممكن انت تلقى فيها بوتنشال ليدرز اراوند، يعني زي لجان المقاومه، لجان الاحياء، الجمعيات التعاونيه، الروابط، بقى في حاجات يعني مواعين ثانيه ممكن يشتغلوا منها الشباب. جميل. يعني ده 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 يعني انا بحيي كل الناس اللي معانا وجونا السعدي، ويعني كتر خيركم والله. يعني انا سعيد جدا لانه الكلام اللي بتقول فيه دكتور حميده ده عباره عن تدريب. يعني ناس بتدينا في 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 محاضره، بس انا قاعد اسجل اي في حاجات كثيره قاعد اسجلها لانه دار استفيد منها يعني ليه نفسي يعني. طيب يلا مبادر في الخرطوم بس ولا في كل السودان يا دكتور؟ والله في البدايه كان لما هي وطبيعتها كانت تفاعليه اكثر، فكان يعني شباب من هنا بيشتغلوا معانا حمله بيقوموا يطبقوها في بلدهم. فكان في بوست فيها لما تخير بورسودان كانت فيها مدني، كانت فيها يلا مبادر، برضه بعد ما تحولت يلا مبادر كانوا فيها اللي هي طبيعه المبادرات كان. لكن بعد ذاك المشاريع هسه حاليا بدت من الخرطوم بطبيعه الحال، يعني بطبيعه انه بس نحن كلنا كنا في الخرطوم، وشغل الولايات لسه ما كان مستصعب شويه، يعني كنا بنحاول تو انجيج معانا ناس
لكن كان صعوبة انه يجوا ونقعدهم وين، ميزانيتنا ما كانت بتكون كثيرة لدرجة نسكن لنا زهور الفترة بتاعت 6 شهور او 3 شهور او كده. فكان بيجوا يعني نسب شباب قادر، كان بنحاول انه نخلق دايفرسيتي بانه بيقدموا لنا ناس من مختلف الحتات. الحاجة اللي كان بنحاول نعملها انه الدفعة بعد تتخرج او بعد تتدرب بيقوم تطلع تمشي تعمل براكتس في الاقاليم او في الولايات، يعني كل دفعة يعني بعد شباب قادر مثلا 2017 مشوا كانت دبيبات في ومشوا النيل الابيض بيقسموا، يعني بيمشوا يطبقوا حتى هم الحياة اللي اتعلموها في الـ participatory learning and action، الـ community engagement، الشغل بتاع الـ data collection، الـ data analysis، الـ project design اللي بيطلع من الشغل كده يعني. فدائما احنا بنحرص انه الناس بعد ما يتدربوا يطلعوا يمشوا الولايات. ليه؟ لانه ذول الخرطوم ده يعني احنا معلش يعني انا اسفه انا ذاتي ذول الخرطوم، لكن طلعنا مدلعين ساي ما عارفين اي حاجه ساي. فشنو بتتكلم عن السودان ونتكلم احنا ما عارفين انه في مره قاعده في قريه اسمها هجليجه شرق الابيض مثلا عندها مشكله معينه، ممكن لو حلينا لها الكوميونتي كله يستفيد، يعني مشكلتها مختلفه من مشاكلنا بتاعت الخرطوم وكده. فبدنا احنا ذاتنا نفهم ونتعلم من الموضوع، ما الخرطوم السودان من الخرطوم. فبقت الرحلات اللي بيسافروها دي هي ذاتها اصلا اول اوبجيكتيف فيها هو الاي اوبننج، لان بليز ستوب ات، انت ما عارف اي شيء، انت تقعد تسكت ساي وتسمع الناس زين بيقولوا في شنو، لانهم هم ادرى بمشاكلهم. يو جاست نيد تو ليسن مور، يعني اكثر من انك تتكلم. فعلمتنا تو بي هامبل احنا ذاتنا، انه احنا ما ندعي بنعرف نحل مشكله ولا عارفين اي شيء، احنا بنمشي نسمع بس عشان على الاقل نقدر نتعلم من الناس بخبرتهم وتجربتهم في الحياه اللي هي اكبر مننا. هسه حاليا من السنه اللي فاتت تركيزنا بقى على الولايات اكثر كثير، حتى بطبيعه الحال البادجتس والتمويل الجايه من برا كلها بيقول لك لا عايزين الولايات اكثر، باعتبار انه ده شيء مبرر وطبيعي واحسن ذاته. فعندنا شغل اشتغلناه في تندلتي، في الفاشير، بعد ده يعني عندنا هسه خطه مشاريع هسه اغلبها كلها مقسمه بين انه 30% في الخرطوم و70% حتكون في الولايات. ده هسه حاليا الخطه بتاعت السنه دي ماشيه كده يعني. طيب ده يعني نحن قريب الساعه ما شاء الله تبارك الله، يعني معلومات غزيره، يعني تدريب مجاني، يعني فحاجه روعه والله، حاجه روعه. طيب يا دكتوره، يعني منو اكبر الداعمين ليكم؟ يعني ناس دي مثلا يلا نبادر، منو الشريك معاكم الاصيل في الحته دي؟ يعني بيقدر يعني انتم بيدعمكم ماديا ومعنويا، يعني غير الشباب. طبعا الشباب دول هم ايوه الجراس روت بتاع الحاجه دي، لكن كمؤسسات منو في المؤسسات دي اللي بيدعمكم يعني دعم سخي يعني؟ والله يا اخي في ناس كثيرين واقفين معنا. انا دايما كنت بقول انه وي دونت نيد سبونسر، وي نيد بليفرز، لانه احنا شغلنا ده طبيعته ما كويك وينز، يعني ما كويك وينز شديد، يعني شويه كده استراتيجي. احنا بنبني في انسان، البناء الانسان ده احنا فاهمين يعني انه الموضوع ده ما يعني ما بروجكت، يعني اللي بيقولوا عليه الشورت تيرم بروجكت، 3 شهور و4 شهور وكده. حتى لما كنا مشاريعنا نقول 6 شهور، يقول لنا 6 شهور دي كثيره شديد، يقول لي انت يو نيد تو تشينج ا بيرسون، يعني ا هيومن بينج، عشان تغير في الاتيتيود بتاعه، عشان تديه السكيلز والنولج اللي هو محتاج ليها عشان هو يشتغل في سوشيال تشينج اللي هي دي مهمه ما سهله. ما بيقدر انت تشتغل معاه شهر وتديه شهاده ويمشي يعني. فما سهل كنا نلقي زول نقنعه بحاجات ندور ستيل لحد الليله. شفت ما تسمع يلا مبادر والجوطه دي، ستيل لحد الليله نحن عشان نلقى تمويل من ناس بليفرز ما كثير شديد، لكن عشان كده بنقيم شديد الناس اللي بيدعمونا. يعني احنا اول سنه شباب قادر الدفعه الثانيه لما بدينا نفتش داعمين كان سوداني مصطفى مؤيد، التحيه له من هنا، مدير المسؤوليه المجتمعيه. مصطفى مؤيد انا بعتبره ما موظف في مؤسسه، هو متطوع حقيقي، يعني هو زول شايل الهم مع الناس دايما، يعني شايل شباب قادر ده زي ما هو والله. كان تاني برضو عندنا ليدرز اوف تشينج، دكتوره هبه محمود فريد. هبه برضو من الناس المتحمسين اللي يلا مبادر جدا، وكانت لمده سنتين بتدعم الجمعيه في الدعم الاداري اللي هو ده ما اي زول بيدفعه. يعني انا عشان ادفع مرتبات لناس، انا كان عندي 10 فول ستاف و15 بارت تايم، يعني فول تايم وبارت تايم غير الانترنز، اجيب لهم مرتبات من وين؟ يعني دائما الدونرز ما بيدفعوا مرتبات للتيم، بيقول لك انت بتعمل الادمن كوست بتطلعها وبتستقطعها وتاخدها لهنا.
لا هي كانت دايركتلي بتدينا عشان ندي مرتبات للناس. الحاجة دي ساهمت بصورة كبيرة في استقرار الجمعية، قدرنا نأجر مكتب، قدرنا ندفع مرتبات، قدرنا نخلق سيستم فاينانشال سيستم وكده. الإعداد اللي حصل لنا في السنتين اللي فاتت واحدة من الناس الأساسيين فيهم اللي هو ليدرز اوف تشينج، وليت ليتر اون جات بقت سي دي بي بي اللي هم اللي بيشتغلوا مع في البابليك بوليسيز، بيشتغلوا مع الشباب كده، لكن لسه المؤسسة وقفت. فالتحية لها برضه، رهيبة. أنا الصدقات أنور يعقوب وصدقات، منظمة صدقات دي طبعا أمنا، أنا دايما بقول لهم منظمة صدقات دي أمنا يعني. صدقات دي شالت يلا مبادر لمدة سنة كاملة، هي بتدفع لنا مرتباتنا. أنا دايما الزول بيدفع لي الأدمين كوست ده، زول ما بتخيل بيساعدني كيف، لأنه المشاريع بتمشي، ممكن تلقى تمويل ممكن ما تلقى، إحنا متعودين نشتغل زيرو بادجت، لكن في ظروف السودان دي أنا ما بقدر أجيب زول ما أديه حاجة، داير مواصلات، داير عيش، داير ما ينفع يعني. بالذات السنين الأخيرة دي بقت القصة دي صعبة شديد. ف no one do this unless he's a believer, no one يعني حقيقي يعني. فتحية برضو لصدقات ولأنور يعقوب. في ناس تاني كتير يعني، في ناس شالوا معانا كتير، كل فترة كده بيجونا بيشيلوا معانا وبينشغلوا، التحية لهم كلهم. أي زول شال معانا في يلا مبادر دي ولا زال من برا ومن جوا، عندنا كونسلتنسي بيجوا بيدعمونا بالقروش وبالاستشارات من برا السودان ومن جوا. الكلمات اللي انت قريتها في البداية دي كلمات عمر شمس الدين، عمر ده متخصص في بتاع بناء قيمي في قطر، في الكونتنت، في انه احنا كيف نخلق كونتنت عنده علاقة بالفاليوز، على اساس انه منظومة القيم تبقى مفهومة بالنسبة لنا وندرب عليها بصورة كويسة. يديك شكرا العافية. لهم يعني كلهم. التحية لأي شخص ولأي متطوع في السودان وخارج السودان بيدعم الناس اللي في السودان، يعني لأنه صراحة يعني دي الحاجات بيفرق الملموسة، كتير، يعني ما في بيفرق كتير والله. بالعكس، الحكومات بتدمر، وإلى هذه اللحظة الحكومات بتدمر في البلد، وبيجوا الشباب المساكين دي له ناس دكتور حميدة والجماعة دي والله بيحاولوا إنه يرمموا الحاجة دي. يعني تحية لهم، يعني والله، يعني إحنا عشان كده إحنا في مبادرة الباحثين السودانيين مصرين انه الحاجات بتاعتكم دي كلها تجي على النور، يعني كلها نحن ده اللي بنقدر عليه، انه نجي صحيح، نطلعكم عشان الناس تعرفكم شنو، دي يعني خدمة ما سهلة، دي خدمة انكم ما سهلة والله. انتم شكرا بتعملوا لكم. يعني. طيب انا بستسمحك العذر وبدخل هيثم ده لانه من جبال عنده، يعني هو طبعا التحيه طبعا للشباب كلهم يا جماعه، البرنامج ده والله ما قاعد اعمله انا براي، في اخونا هيثم الكاشف، في اخوتنا ريم فيصل، احمد داوود، في الكاتبه رغية المغربي، ديل كلهم يا جماعه الناس اللي بيخرجوا وبعدوا البرنامج ده، يعني ما تشوف الناس ديل شغالين في الخلفيه شغل ما عادي، يعني انا بس الوحيد اللي قاعد اسهر لهم في الصوره. يعني شكرا لهم، برضو تحية لهم التحيه والله. للشباب اللي بيصمموا البوستر، يعني باش مهندس الدعاء محمد داوود، يعني شباب رائعين جدا جدا، برضو الشباب ديل يعني تطوعي من وقتهم ومن زمانهم، والله بيشتغلوا شغل يعني رهيب جدا جدا، فانا بحييهم وبثمن الجهود بتاعتهم. اتفضل اخونا هيثم. حميدة كيف أخبارك؟ تمام؟ حقيقة يا هيثم زي ما قال ياسين مستمتعين جدا جدا. أنا صراحة أكثر حاجة لفت نظري الحتة بتاعت إنه ماشيين للحتة بتاعت المؤسسية أكثر، يعني من 3 سنة بعدك عملتوا جامبينج طوالي بتاعت الخلق الأثر. دي الحاجة اللي نقولها دائما، لما نقول أي حاجة دايما نعملها بيكون فيها امباكت نحن بنكون سعيد بيها جدا جدا. وتتذكر دايما لما أنا بتكلم معاك بقول لك يا أخي، أنا لو دار اعمل حاجه بكون بس بعملها مع يلا مبادر، لانه دي بنحس انه دي صح. شكرا لك، ده الحته بتاع رد الجميل يا سلام. يلا مبادر، هي قامت بدور كبير بجد، يعني كونه الناس تاخذ الصيت ده، يعني في مبادرات كثيره شغاله، لكن يلا مبادر اخذت مساحتها وسط الشباب، ان هم بقت مصدر ثقه خصوصا في تخريج الشباب في الحته بتاعت انه يكونوا قادرين على انهم يخلقوا اثر في المجتمعات الصغيره اللي هم جايين منها او كده، يعني ما الحته بتاعتها ما بتنتهي بانتهاء المشروع، لا بيكون لحد حس مستمر. يعني نسمع انه انا زي الحته دي مره سمعت ان هي زي في بيسموها الاجيال بتاعت يلا مبادر، الجيل الاول من يلا مبادر، الجيل الثاني من يلا مبادر، الجيل الثالث صح من يلا مبادر،
فكل وعندنا أجيال صغنونة كمان، أجيال عرست بعض، عندنا ناس صغيرونين كده ويتولدوا كمان. عندنا جيل جاي هيمسك بعد، نقرض نحن. لا إن لا، شاء الله. يا رب انا اديكم الصحه والعافيه. لكن انا حاسس يا حميد، حاسس المرحله، انا حسيت بنتي وصلت مرحله النضج في العمل التطوعي وشغل المبادرات. يعني رغم انه مثلا زي ما انت قلتي كل الظروف ممكن ما تكون مساعده انه شركه، لكن انتوا استمرتوا لحد حاسس، لكن مستمرين بانكم تخطوا خطه ماشيين عليها. يعني حاسس انتوا نظرتكم شنو في المستقبل حتشتغلوا عليه اكثر؟ يعني والله يا أخي إحنا يمكن البروجريس بتاعنا لو زول مراقبه من بدري فعلا، بحيث بانه احنا بنعمل لنا كل فتره كده جنب، كل فتره بنعمل جنب، مرنين شديد وما بخافوا التغيير. يعني يلا نبادر جد، يعني بنقول يا اخي الجسم دي ما نافع، ما انا فرتيني طوالي ما بنخاف، يعني طوالي بنقوم نلقى القصه دي ما نافع، في حاجه ظهرت كويسه. حتى مرات بيتهمونا، انا بيتهموني باني بنطط كثير، بقول لهم ما بنطط، ماسكنا منه في دور ماسكنا، واي نوت، فالارح ما فيش يعني. فلان شنو اي مرات التطور السيستماتيك مربوط بالنولج بيزد يعني موفمنت، الزول بيكون بيقرا وبنعمل لنا ريسيرش، بنشوف الحياه الطالعه جديده، الطرق الجديده في المانجمنت، الطرق الجديده اللي ظهرت في الموفمنت او الترندز تحت الديفلوبمنت شغاله وين، يعني الحته بتاعت قياس الاثر الاجتماعي، الاس او اي، حاجات كده بدينا نسمع بيها. يعني كل ما نسمع بحاجه بنقوم نقيف نعاين لروحنا ومشاريعنا ونقوم ندخلها. فبراقبنا احيانا مرات بيشوفنا زي اللي بننطط، اكيد ما في مشكله، يعني ما في مشكله، يعني being steady sometimes is not يعني كويس طوال، يعني مره مره كده الناس تبقى جريئه في التغيير. فحسه حاليا احنا ده الاسد الحاصل، يعني هسه احنا بدينا بانه نبني ونحرك الشباب في مجتمعاتنا، بدايه من لما تخير مرقنا ثاني، لانه الشباب ده اللي اتحركوا مرقوا الشارع. اوكي محتاجين نركز الامباكت بتاعهم بانه ندربهم ونظبطهم ونفهمهم العمل بصوره بروفيشنال، ويفهموا القيم والبرسبشن الكونسبتس الاساسيه في العمل التنموي المستدام. دورنا في القصه دي فتره، بعد ذاك لقينا ان الفرد براه وما عنده امباكت، احنا احسن نمشي للمنظومه اللي هو قاعد جواه، فمشينا للمنظمات بدنا ندرب جوا المنظمات ذاتها، نظبط لهم الاستراتيجي، نظبط المشاريع. مرقنا من الموضوع ده لقينا انه المنظمات ما هي جسم الوحيد المؤثر في المجتمع المدني، ظهرت اجسام جديده. بيجينا برضه مره مره بنشتغل مع لجان مقاومه، مرقنا عليها مشروع براوي اسمه رح نبني، هسه شغالين عليه، واللي هو بيشتغلوا مع لجان المقاومه ومع الحكم المحلي مع المحليه، بنربط الستيك هولدرز في المنطقه او في الحي مع بعض على اساس انه الامباكت اللي بيحصل يحصل شغل انتجريتد، يعني يحصل انتجريشن، والناس تعمل اكشن بلان للحي كامل بعد ما يحللوا مشاكلهم ويحطوا حلولهم ويخلقوا بروجكت ديزاين كامل بزنس موديل كامل، على اساس انه يعرفوا السنه الجايه دي في الحي عندنا مشكله بتاعت خور بيغرق لنا الحل كله خريف، نظبط الموضوع ده فروم ذا روت كوز، يعني نفتش الروت كوز ويحلوها. فماشيين في الحته دي، مشينا لقدام. هسه حاليا وصلنا لانه كل الحاجات اللي عملناها ما زال في حلقه مفقوده. الحلقه المفقوده هي شنو؟ هي السستينابيلتي، الفاينانشال سستينابيلتي، المايند سيت ذات وحقنا احنا كان جي اوز وناس شغالين في العمل المجتمعي ده، دارين نفرتب هو ذات المايند سيت حقنا بتاع الدونرز والسبونسرنج، وانه يجي زول بقروش ويقول لك لا اشتغل لي المشروع ده، ما تشتغل لي المشروع ده. الموضوع ده لقيته انا حسينا به زي انه محتاجين انه السيفل سيرفيس المفروض يقول كلمته فعلا ويبقى سترونج انف تو يعني تو تشوز الترندز اللي هو محتاجها حقيقه. ده ما بيحصل الا باستقلاليه ماديه نسبيه. يعني لقيت الحل في الموضوع ده اللي هو السوشيال انتربرايز، اللي هو دي هسه دي ده الترند اللي احنا داخلين فيه. احنا محتاجين نعمل لنا ثيرد باث بين السيفل سوسايتي البيور او الان جي اوز قصدي يعني العمل التطوعي البيور والبرايفت سيكتور، في حاجه في النص اللي هو السوشيال انتربرايز. خلاص السوشيال انتربرايز بيديك حل كبير لانه انت بتقدم حلول مجتمعيه، لكن في نفس الوقت يو كان ثينك بزنس، يعني السوشيال ليدر شيب ثينكينج ان يعني ثينكينج بزنس، بيبقى انه احنا دايرين نفكر قروش، لكن احنا اصلا اوريدي ضمننا المايند سيت حقنا، احنا بابليك سيرفنت مايند سيت، احنا ناس يعني الكوميونتي اللي بنخلق فيه ده بابليك سيرفنت مايند سيت،
يعني ده المايند سيت بتاع انه بنعاين للمشكله، ايوه هنا في مشكله دي حلها كده، راح يا جماعه هوب 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 والناس يصمموا لهم مشروع، يعملوا مبادره، يعملوا انجيجمنت للناس والقصه تمشي. لكن منو اللي هيجيب القروش؟ الموضوع محتاج انه الحل يتصمم كوميرشالي، كوميرشالي، ويكون في ناس بيجوا بيدفعوا. اللي بيدفع ما اللي يكون المستفيد المسكين اللي هناك، يدفع زول تاني. فالاسا ده التطور او ده الاستراتيجيك يعني فيجن احنا ماشيين عليها، انه نبدا بعد ده، ودي الحاجه اللي طلع منها مشروع اسمه يلا هب، هسه حاليا شغالين عليه. يلا هب اللي هو يوث هب متخصص تو سبورت السوشيال انتربرينورز، فيه كورك سبيس. الكورك سبيس هسه حاليا في موقع متميز في الخرطوم، احنا مأجرين لنا شقه دوبلكس، يعني شقه طابقين في نمره 2 ورا ماجستيك طوالي، قدرنا يعني وصلنا حاجه معقوله، لكن لسه ستراجلينج طبعا. حاليا هسه وي ار ديسكاسينج انه نركب طاقه شمسيه للمكان ده، على اساس انه المكان يبقى مهيئ لانه يوفر خدمه مستدامه للشباب اللي عندهم مشاريع، وللشركات الناشئه اللي ممكن تكون بتقدم حلول للمجتمع. الانترنت هسه دخل خلاص، الطاقه الشمسيه خلال اسبوعين هتتركب. وشكرا لناس مروج، شركه مروج، ناس حسناء عبد الوهاب، حاليا هم اللي هيدفعوا لنا الحاجه دي، او الاستابليشمنت الاساسي بتاع الحاجه دي. الكورك سبيس ده واحده من الخدمات، لكن الخدمه الثانيه بنعمل في حاجه اسمها سوشيال انوفيشن لاب، اللي هو ده واحده من السيرفيسز الاساسيه اللي بتقدر تلملم الريسان بتاع الستيك هولدرز لاي كومبلكس سوشيال بروبلم، على اساس انه يطلعوا بحل كده يعني انوفيتيف، ما لما الناس تقعد مع بعض وتعمل فاسيليتيشن بطريقه معينه بمنهجيه معينه، ديزاين ثينكينج او سبرنت او سيرفيس ديزاين، حسب الطريقه والمنهجيه اللي بتكون بتناسب المشكله، بتطلع حلول الناس ما قادرين يتخيلوها. احنا دائما في يلا مبادر بناخد الدور بتاع المبادره والكوردينيشن، يعني بطبيعه وجودنا في العمل المجتمعي حركتنا خفيفه، البرايفت سيكتور ثقيل، الحكومات قل منه، احنا بنتميز بالخفه يعني، فبنقدر نتحرك في نص الناس بخفه، نعمل كوردينيشن عالي، ونقدر نخلق يعني ريسيرش متقدم على اساس انه نشوف المشكله شنو ونجيب الناس المناسبين، ونقدر في السوشيال انوفيشن لاب انه نشوف في مشاكل كده الناس متحيره فيها بتكرر لها في حلول قشريه ما بتحل المشكله بصوره جذريه، وهيل اوف ماني، هيل اوف ايفورتس بتدفع وبتتصرف، ولا زال الحال في حاله، الامباكت بيكون ضعيف. فانا بفتكر انه يلا هب لو قدمت الفورك سبيس السوشيال انوفيشن لاب في خدمه بتاعت بري انكوبيشن سيرفيسز، اللي هي النون فاينانشال سيرفيسز، اللي هي دي اعداد الناس لانهم يصلوا لحد الكونسلنج، الشغل بتاع الكباسيتي بيلدينج، لحد ما يوصلوا البيزنس موديل بتاعهم، لحد ما نعمل لهم الفاينانشال لينكج بتاعهم. بعد ذلك بنعمل شراكات مع ناس تمسكهم بعد ذلك للانكوبيشن الحقيقي. يعني الانكوبيشن الحقيقي ده ما ده شغل بتاع قروش جد يعني، ده داير ناس تقيلين شويه، داير ناس يدفعوا للبروتوتايبنج، يدفعوا للتمويل بتاع المشاريع حقيقي. بعد ذاك نشوف الخدمات تحت البوست انكوبيشن، برضه نعمل شراكه مع ناس يعملوها، لكن نحن تخصصنا الاساسي هو نطلع منه، نحن ناس بنبني قدرات الشباب في مجالات مختلفه. الاستراتيجيك موفمنت في سؤالك انه نحن حنبدا نشتغل على المايند سيت شيفتنج للناس العاملين في المجال المجتمعي عشان يفكروا بزنس سوشيال انتربرايز يعني. فدي يلا هب المشروع الاخير. بالمناسبه انت ما وصلتي حسي لاخر حاجه الناس وصلت ليها، انا حسي حتى كان في محاضره انا كان لقيتها انها كانت حاضره، انه الناس يعني حته انه ده المثل القديم بتاعت لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد، علمني كيف يعني، فهي اصلا يعني زي ما بقول لك انا حاسس اخذوها زي ما بيقولوا ناس الاداره وناس العلوم وكذا، خلوا ناس الاقتصاد ادوها شكل جميل اللي هي السوشيال انتربرايزز، مع انه هو زي ما قال صحيح فكره قديمه بجد. حتى حاسس وصلتوا للحاجه الناس كلهم بيسعوا ليها، احنا وصلنا بس بالتجريب، انت عارف يعني، بس بالتجريب بنجيب بنلقى في بلوك، بنشتغل نشتغل نلقى في حيطه يا اخوانا، فبس مدرستنا تجريبيه بحته يعني، بعد ما نعمل الحاجه بنمشي نقرا نقول ايوه الناس قالوا في الحاجه دي كده اوكي خلاص، فنرجع نعمل النولج بيز هنا. لا ما مشكله، في النهايه وصلت يعني، وفي النهايه وصلت انت مع التجريب، لكن زي ما الكلام انت ذكرتيه في البدايه انه ده
ده الكوميونتي اللي احنا جايين منه، ودي ثقافه المنطقه اللي احنا جايين منها، فانت عدلت فيها كتير. وزي ما بقول الاحلى حاجه في التجربه بتاعتكم دي ان انتوا فتحتوا الطريق للمبادرات اللي وراكم ان هو يمشي. انتوا ما خلقتوا المدرسه بعدها، انتوا خلقتوا صحيح. المدرسه السودانيه في المجال ده، انه الناس بتحاول النموذج الاول البروتوتايب الناس اللي هم ياخدوا بيه يعني. وحته الانوفيشن لاب، لانه حسي الكلام ده قاعد اقوله كتير جدا حتى هنا في النرويج، قاعدين نقول الانوفيشن في الدول المتقدمه بتساعد على رفاهيه الانسان، اما الانوفيشن في الدول الناميه زي السودان ده بتحقق الحياه الكريمه للانسان. فين الفرق بين الانوفيشن؟ أيوة فبقول لهم اخواننا هناك، عشان كده هو الاجدر بالدعم، لانه انت اللي بيخلق اثر للناس. وبعدين حته السستينابيلتي، انت الافضل للمجتمع ان هم يحصلوا على الخدمه بالجوده الكويسه، وان فيها عائد مادي بسيط، لكن في النهايه انت بتضمن انه الخدمه دي والله يا اخي إدامة موفره، السوق قدر يوفرها وكده. بعد ذاك ثرو السوشيال انتربرايزز اللي هي اخذت الشغل بتاعها، جابوا الانوفيشن طوروه ظبطوه في حته بتاعت انوفيشن في النص، في تاتش في النص، خلى المشروع يمشي. وده المشروع اللي بالمناسبه الناس حاسين، يعني انا حاسس من خلال وجودي مثلا في النرويج انه حتى على مستوى الدول المتقدمه، حاسس لما النرويج قالت يا اخي نحن ثاني ما نساعد الدول الناميه بقروش، نحن بنحاول ندعم السوشيال انتربرايزز داخلي، نحن نحاول ندعم الشباب يا النرويجي سلام. ان هم ينتجوا عشان نشيل منتجاتهم دي ونمشي نوديها هناك. القروش دي هتكون استفادوا منها الطلاب السودان، الطلاب النرويجيين من خلال الانوفيشن فيليج. حتى عندي صاحبي بيضحك جدا انه لما بيقول لي يا اخوان هم ما عندهم مشاكل، فانا دوري هنا اخرج فانا لهم. لسه دايره اقول لك هيجيبوا من وين اللي لا ده قاعد يعني بيجيبنا هنا هيتخيلوا كيف احنا في الخرطوم السكان، مشينا الولايات ما بنقدر نتخيل حجم الفاريانت يعني الفاريانت ايماجينيشن بتوين اي فهنا بيجي دورنا نحن ان نربطهم بالمنظمات في الدول الناميه صحيح في المشاكل الموجوده هناك. انت ما هو يبدع، صحيح الابداع بيجي من وين لو ما زور شغل مخه وعرض انه في مشكله صحيح وحاجه زي ما انت قلت، يستخدم ديزاين ثينكينج. الهاكاثون صحيح بكثره بقى، صحيح يعني شايف ترى عملت برضه هاكاثون يكون حاجه جميله جدا جدا. طيب فبجد يعني موفقين يا حميدة، مستمتعين جدا جدا بالحوار معك. زي ما قال ياسين تعلمنا حاجات كثيرة كانت غايبة عننا، خصوصا في الشغل في شغل طويل. لكن حسنا ده أسألك سؤال يا حميدة، شغلكم جزء منه لازم ده له كفرنج من الحكومة إلى حد ما، يعني على الأقل على الأقل يكونوا عارفين أنت بتعمل في شنو. صح فهو كلام سياسي، لكن أنت بتحسي كيف إنه يعني علاقة الحكومة بكم كيف؟ بيسمعوا في الكلام، بتعملوا فوقه إلى حد ما ممكن يكونوا حابين ينفذوا، لكن زي ما قلت عندهم بيروقراطية، لكن بشكل عام كده يا حميدة. والله يا أخي طبعا هو إحنا هسه دي بنعيش في حالة ما كان متوفرة زمان، يعني كونه يكون في فرصة إنه نمشي ونتكلم وكده. زمان إحنا يعني القطاع الحكومي ده بالنسبة لنا إحنا ناس بنشتغل مع الشباب، معناه أكيد أنمي، أكيد أنمي يعني دايما مستدعين أنا ناس الأمن، ودايما أنتوا شغالين مع الشباب معناه أكيد بيقول لهم أقلب الحكومة، دي كان المفهوم العام يعني. فكنا بنحاول نشتغل لو بروفايل قدر الإمكان زمانك يعني، لانه لو علينا صوتنا شديد للناس زي بيجوا بيبحتونا وبيفرتقونا طوالي، ما كانت محبذه الهاي بروفايل. هسه حاليا في فرصه ممتازه جدا يعني بعد الثوره انه الحكومه تكون شريك داعم وشريك محتاجنا، هو ذاته مش احنا المحتاجين، محتاجيننا هم، لانه بيبقى ما في زول بيقدر يعمل له اي حاجه في البلد دي بدون عمل مشترك بين كل الناس. سعينا والله يعني سعينا طوال، هسه احنا اي شغل عنده علاقه بجهه بنمشي طوال الجهه. وحتى زمان يعني هسه شباب قادر ده 2017 احنا مشينا المفوضيه، هاك المفوضيه بتاعت العون الانساني اللي هي يعني احنا بنتبع لها يعني، مشينا قعدنا معاهم مع مدير المنظمات الوطنيه، مشينا قعدنا معاهم دائما بنمشي يعني في انه جماعه احنا بنعمل في حاجه دي شغلتكم، احنا بندرب منظمات دي شغلتكم راح كنا نعملها بشراكه وكده. احنا اصلا واحده من قيمنا الاساسيه لخلق الشراكات دي، اصلا بنشتغل حاجه برانا، واصلا معروف عشان انت تعمل سستينابيلتي وامباكت وداوت الانتجريشن بتاع السيكتورز كلها الموضوع ده ما بيبقى، ف
يعني اللو بروفايل زمان في النظام السابق كان بس في حتات معينة، لكن حتات كنا بنمشي عديل بالدرب ونحاول نشتغل معاهم وعندنا معاهم علاقات يعني وبنعرفهم، لكن بس السيستم ما كان بيساعد. يعني احنا يمكن حركتنا سريعة أكثر، ما كنا بنصبر عشان ننتظر زول يلحقنا، حركتهم بطيئة شديد. هسه حاليا في علاقة كويسة، يعني وزارة الشباب والرياضة مجرد ما بدأت بعد الثورة أنا كنت دائما بكون معاهم، يعني لو في اجتماع للنقاش بتاع سياسة الشباب، لمعرفة النقاش بتاع قانون الشباب، بكون موجودة دائما، بحاول إنه بيقدموا لنا دعوات دائما يعني الاجتماعات تحت الحاجات دي. وزارة الصناعة والتجارة بنمشي احنا كنا بنفسنا، يعني مشينا بنفسنا بنفتش مدني عباس كنا، وبنفتش اي زول ان شارج عشان نوريه احنا بنعمل في شنو واحنا ممكن نعمل معاكم شنو، بالذات الشغل بتاع الجمعيات التعاونية وقانون الجمعيات التعاونية كنا مشينا وسكينا فيه كده. وزارة التنمية مشينا لين الشيخ برضو كنا قعدنا ورينا احنا بنعمل في شنو، عندك اي شغل مع لجان المقاومة ده مشروع عندنا، يعني ما يعني بالعكس احنا دائما بنفتش والله يعني. لكن بس بيبقى بعد ذاك how far things is going on or are going on، ده بيبقى it depends on الزول القاعد مشى ولا قعد، شفت الطبيعة بتاعت الانستابيليتي بتاعت الحاجات. وعموما انا يعني بدعم الشراكات، لكن اي شيء عطلني بفوت طوالي سريع، معلش يعني ما بقدر انتظر كثير. الامباكت مفهوم كبير، لو ما الامباكت بقى مع الحكومة الامباكت مفهوم كبير، لكن مرات بتلقى في حتات داعمة في أشخاص منفعلين وحماسين وبيقدروا يخلقوا قرارات كويسة، ومرات لا، لكن هو شغالين يعني، هو ماشيين يعني في الحياة. انا بقول لك هسه ده خطاب، هسه ده نداء لأي زول كلامي ده عنده علاقة به وعنده مشروع في عنده شغل فيه. يعني أنا الأسبوع اللي فات كان عندنا ورشة بتاع تدريب مدربين في ريادة الأعمال، اشتغل معانا دكتور أمير ربنا يطراه بالخير، والتحية من هنا له دكتور أمير بابكير، هو من أميز الناس اللي بيشتغلوا في ريادة الأعمال من بدري شديد من 2003، كان فرصة طيبة إنه نشتغل معه. كان معانا بنات من وزارة التنمية ماسكين الدائرة بتاعت ريادة الأعمال والتمويل الأصغر وشنو، كان بيقول لنا يا جماعة انتوا ليه ما بتجونا بتعملوا حياة كويسة يا أخي، تعالوا لنا احنا عندنا شغل، احنا ما عارفينكم بس يعني احنا دايرين والله، فشلنا تليفونات بعض واتفقنا نجي وكده. فمرات احنا بنكون الناس ما بيعرفوا بعض، ما بيعرفوا المجهودات الموجودة، يعني مرات في وزارات بيكون فيها مجهودات بس انت ما بتكون عارفة، لو بتعرفها بتمشي طوالي عليهم وبتحاول تساعد قدر الامكان يعني. فنحن وير ويلكمينج لاي حاجة زي دي، ما عندنا اي مشكلة يديك طوالي. العافية. أنا الكلام اللي بقوله لك يا حميدة ليه؟ لأنه في جهات كثيرة هي حابة تدعم حتة السوشيال انتربرايزز دي، أنا بعرفها يعني. يا ريت والله، يا ريت الآن والله الحاجة طوالي، ما عندنا ايه، بالعكس الكلام، احنا فعلا محتاجين الدعم الايام دي. فكنا بنتكلم، بتذكر مع كان في اجتماع أنا حضرته، كان مدني لما كان وزير التجارة الوزير السابق، وكان معاه الوكيل الوزارة ايوه الوزير إسماعيل، الأستاذ إسماعيل ده أنا بعول عليهم جدا، زور رائع جدا وكيل الوزارة. اصلا فبتذكر انا سالته، لانه كل الناس دي بيسالوني من حاجه واحده بس، قال لي احنا محتاجين كيان حكومي، لكن ممكن يكون عنده شراكه مع القطاع الخاص، لكن الكيان يكون حكومي بحت. قال الحته دي تشتغلوا عليها عشان احنا نجي، صح لو ما اشتغلتوا على صح الحكومه احنا ما بنقدرش كده. بحاول بلقى لي نموذج، بحاول الاقي لي نموذج ناجح عشان انا اقدر اتكلم عنه. وبجد انا اتكلمت عن بالمناسبه على النموذج على اللاين بادر ده كثير، لكن كنت داير نموذج بتاع الشراكه ما بين القطاع الخاص، بين الحكومه والقطاع الخاص، نقول ده النموذج. حتى وضع بتذكر مدني قال انا ما عندي اي مانع في انه نخط اللبنه الاساسيه للموضوع ده. والقطاع ده بالمناسبه برضه يعني قال انه كان متابع خطوات كويسه في الحته بتاعت صحيح الاستراتيجيه بتاعت رياده الاعمال، لانه ده صحيح نحن صحيح لانه تكونت بعد ده، لانه ده القطاع الوحيد اللي انا قاعد اقول في السودان اللي هو ما بتجي قروش منها، ما زي القطاعات الثانيه، قروش بتجي لمستحقينها اللي هم بعد ذاك بيدوروا بها الشغل، بيساعدوا بعد ذاك في التنميه المحليه، سواء كان سوشيال انتربرايزز او كان اس ام ايز او كان ستارت اب، وات ايفر كان حد غيرة تعمل، قروش. عندنا حل غير أصلا، فباقي ما الدول عندنا حل غير. تمشي للحكومة، الحكومة بعدك ممكن تمشي لإدارات مختلفة، لكن دي تمشي لرواد الأعمال مباشرة من المصر.
فشكرا على الإفادة بتاعتك يا لا، هي حبيبي. الحكومة أصلا بالمناسبة اللاعب الأساسي في المجال ده، لأنه ما زلنا إحنا استقمع القوانين والسياسات، اللي هو مهما نحن نعمل أي مجهود بيقع البحر حقيقي. يعني فعلا ما عندنا حل غير إنه الشريك الأساسي في الشغل ده يكون القطاع الحكومي، لابد حسن يعني كده بيقول احنا بنقول لهم اشتغلوا على الريجليشن، حسن لما يقول احنا ماشيين أصلا. السودان، في مجموعه خبراء الخارج دي لما يكون ماشيين السودان انا بقيت في النص بقول لهم حنشتغل وفقيات قانون، حنشتغل بالضبط وفقيات لائحه منظمه. انا قاعد في بالضبط السودان، انا ما طولت من السودان شديد، فانا بعرف الحاجات دي، فانتوا اشتغلوا لي يعني وفقيات قانون، دار تعملوا ما اعرف شركه ونعمل انكوبيتر ونعمل اكسلريتر وكذا، او وفقيات قانون تحتيات بالضبط وزاره، ما بيجاوب على السؤال ده ما حدا يقدر، فانت محتاج تجاوب على السؤال. بالضبط تسلم صح، يا حبيبي. كلامك صح، كلامك صح صح لك طبعا العافية ما إن شاء زال الله. اللقاء جماعة متواصل مع الدكتورة حميدة، ويعني الكلام كله عن الأسيد بيست كوميونيتي، اللي هي بناء طاقات الشباب وتفجير طاقات الشباب واستدامة الطاقة دي. يعني فهذه ده يعني شغل كبير جدا جدا، وسمعنا منها انه التكوين بتاعت بديناها من لما تخير، بعد ذاك يلا نبادر، وشفنا انه يلا مبادر دي عملت شنو، حتعمل شنو يعني. فربنا يوفقكم يعني، دي ده عمل كبير جدا جدا. طيب يا دكتوره، طبعا في مبادرات كثيره جدا يعني في السودان شغاله في الفتره الاخيره دي، في هل هي دي، انا شخصيا ده رايي، ممكن اكون غلط يعني، انا شايفها مرات بتكون الحاجات الكثيره دي بدون كوردينيشن او بدون تنسيق بيناتها، بيكون خصما على الحاجه اللي انتم بتعملوا فيها. صح صح فعلا، اللي هو انت عارف دي واحدة من ما نحنا بنكون حالمين لو قمنا مسكنا كلام عن المجتمع المدني السوداني ومؤسساته او الحراك الطوعي عموما بالكلام الحالم بتاع الامل الكبير السايدات. لا لا، احنا مرقنا من الفقاعة دي خلاص يعني. فعلا هسه احنا مرات كثير بنكون ناقدين، بنكون ناقدين حتى لشكل المشاريع، وحتى للالوكيشن بتاع القروش، وحتى الفينومين يعني ايمرجنت كده بتاع حاجات بتظهر كده تخرب علينا زي ما بقول السوق بتاع العمل المجتمعي، تعمل مشاكل كثيرة شديدة. ففي احنا يعني القطاع ده على قدر ما بدي، وعلى قدر ما فيه ناس صادقين، وعلى قدر ما الناس عايزة فعلا تخلق تغيير حقيقي في العمل المجتمعي والطوعي، على قدر ما في حاجات النوايا الطيبة فيها ما بتكفي يعني. بتلقى زولا يداري نعمل شنو، لكن النية الطيبة براها ما كافية. العمل لما يكون ما مرتب بصورة كويسة، ما محدد بالضبط هو عايز يعمل شنو، مركز على الشو الإعلامي بصورة كبيرة أكثر من الإمباكت، ما فاهم كيف يقيس الحتة بتاعت الإمباكت والكلام ده، يعني بيكون ماشي ببطء شديد. واحد ده على حسن الظن الشديد بأنه بيكون الإمباكت بتاعه بطيء شديد أو منعدم. لكن على المستوى الثاني بنحس إنه ممكن مرات يأخرنا كثير، يأخرنا إنه قروش يعني اتصرفت وناس جو وصدقوا وآمنوا وعملوا لك دعم وعملوا حاجات، ويجوا يقول لك يا أخي الناس زي ما بيعملوا أي شيء، أو الريبيوتيشن تحت الشغل تبدأ تجود شوية. أنا ما عندي مشكلة، إحنا كلنا تعلمنا بالطريقة دي، لكن في وقت بدري ممكن كان، لكن هسه ما في نو اكسكيوز، نو اكسكيوز، لأنه الناس تبدأ البدايات التقليدية القديمة الناس اللي بدوا بيها قبل 10 سنين، لأنه هسه دي المعرفة متاحة في كل مكان، وفي ناس زي ما أنت قلت شقوا الدرب قبلك قاعدين ممكن تستفيد من معرفتهم في مراكز، في ناس قاعدين يعني في كونسلتنسي سيرفيسز موجودة أراوند قاعدة، أنت ممكن تظبط الشغلة بتاعتك دي وتظبط البروجكت بتاعك ده بصورة أحسن، عشان شنو الإمباكت بتاعه يكون أكثر. لأنه ما في زمن، احنا مشكلتنا بقى ما عندنا زمن كثير يعني، بالذات بعد الثورة زمان يكون شغالين بمهلتنا لأنه شايفين الحياة هنا كده، فهسه زي الثورة فاجأتنا كده وبقينا في إنه احنا القصة دي وي ار ان تشارج هسو المفروض نشتغل يعني، ما في زمن، وأي زمن حيضيع، أي قروش حتضيع، أي مجهود حيضيع، حيرجعنا 2 3 خصما على التطور والتنمية للبلد يعني. الناس تجود شغلها، الناس تصدق في حاجاتها، الناس
تحاول تشتغل مع بعض. احنا عندنا مشكلة في العمل الجماعي زي ما قلت، القيم المجتمعية، انا وانت وشغلي وشغلك وفكرتي وفكرتك، ما في زمن والله للكلام ده. الناس تشتغل ساي بس مع بعض قدر الامكان يعني. طيب يا جماعة احنا 5 دقائق وحنفتح حنفتح النقاش، لأنه دكتور حميد دي شكلها ذاتها خلاص، مش البطارية بتاعت الموبايل لكن شكلها بطاريات ذاتها حاطط فيه بعد شوية يعني. طيب يا دكتورة، لا لا يا حبابكم، مبسوطة 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 من يلا مبادر لحد الآن؟ والله يا أخي مؤخرا كده أنا حاسة إنه نحن ما we are not working in the full capacity. لينا تقريبا ما مبسوطة خالص والله، اللي بصراحة يعني ما مبسوطة خالص يعني. إحنا لينا تقريبا سنتين كده. طبعا لما أقول كده يقول لي ما هو أي شيء واقف، ما هو الدنيا كلها واقفة. أقول لهم ما هو ده الوقت اللي إحنا المفروض نكون شغالين فيه يعني، ده وقتنا يعني، ده الوقت فعلا اللي احنا المفروض نشتغل فيه. ماشيين بالراحه شويه اللي عندي انا، ما عارفه يعني. ده ما عايز اقول للشباب بيقوا محبطين شويه، الطاقه قلت حبه. ما عايز اقول حصل ري الوكيشن للقروش مع كوفيد 19، اي زول كمامات تمام، فاكسينيشن توعيه تمام، شغل اونلاين ممكن، اي شيء ثاني ما يشتغل. لا، لانه بعد الثوره برضه في قروش كثيره دخلت للسيفيك اديوكيشن، لتقويه المنظمات يعني. ما اقدر اقول كده، لكن حاليا هسه غايته نحن حاليا هسه دي شغالين على انه نفعل القصه شويه يعني. انا افتكر انه السنتين اللي فاتت دي ام نوت سيرتيفايد والله خالص. ربما الظروف العامه كلها ككل يعني، اي حاجه ما برانا، وي ار نوت ان اكسبشن يعني من المجال كله. لكن بس كان انا بفتكر انه برضه بتهم روحنا وبجلد نفسنا في الحته دي، بانه ده كان الوقت اللي فعلا كان الناس مرقت من الثوره، وفي حماس عالي، في تحريكات كويسه للشباب، وكان في ناس كتار يتلقفوا واشتغلوا معاهم. نحن ما اشتغلنا كثير، اشتغلنا اونلاين حاجات مع الكوفيد، لكن افتكر انه السنه دي سنتنا خلاص يعني، ماشيين كويس. لكن برضه شنو، انا هسه بتكلم يعني، انا بستغل المنصه دي لانه حقيقي احنا محتاجين قروش يعني. الكلام ده جد يعني، ما هزار. الشغل السنه دي والفاتت ما زي السنين اللي فاتت خالص يعني. السنه دي بالتحديد نحن بنواجه تحديات يعني. انا هسه حاليا عشان اجيب مدير تنفيذي وادفع لي مرتب، ده تشالنج بالنسبه لي. عشان اجيب انترنز يشتغلوا معايا، الانترن ده انت زمان كنت بتعمل معاه كونتراكت على التريننج والشهادة في نهاية الفترة، بقى بس ما كافية. هسه بقى يوميا لازم يجيني ب 1000 جنيه مواصلات بس ورصيد بس. ما بقدر أقول لزول تعال لي وأنا ما أديه قروش للحتة دي. فبيبقى يعني في حاجات كده محتاجة فعلا إنه الناس تتضافر عشانها. أنا بفتكر إنه إحنا يلا مبادرة دي فيها أفكار كويسة، فيها مشاريع كويسة، فيها قدرة كباسيتي عالية فور أكشن، دي قدرنا نعملها. بعد ده بيبقى خلاص، يلا يلا راح، يلا كلنا مع بعض، برانا بنقدر على الحياة دي فعلا يعني. طاقة الناس بدأت تقل معك عليه. ونحن من هنا من يعني أصالة عن نفسي ونيابة عن المبادرة، نحن معاكم يعني في أي حاجة تطلبوها مننا نحن السلام جاهزين عليكم. إن شاء الله بإذن الله. طيب نفتح يا جماعة المجال، لو في أي زول عنده مداخلة وكده يرفع علينا يده. أنا والله عندي سؤال قديم وأنت لحد ما أشوف لك زول يا حميدة الحتة دي، أنا أرجعك لورا شوية. زمان طيب مقولة بتقول، ما هو إنه لم أواخر التسعينات لما الحكومة كانت ضاغطة شوية على الشباب في السودان وفي الجامعات وكده، اضطروا مجموعة كبيرة من الشباب الناشطين في الجامعات إن هم يسافروا، لأنه بجد اتعرضوا لضغوط كثيرة. أنا كنت في الجامعة في نهاية صحيح التسعينات أوائل الألفينات، شفتها. نحن إذا كان إحنا تضررنا مثلا ضرر خفيف، لأنه نحن كنا ناشطين، ما سياسيين مخضرمين، لا أي. ففي حصل هجرة جماعية لمجموعة من الشباب. في ناس بيقول لك يا أخي دي بقى انقطع تواصل الأجيال في الجامعات، يعني كان نحن نجي لما نحن أنا لما جيت الجامعة بتذكر التقينا بناس كانوا مخضرمين سياسيين، الناس اللي كانت الجمعيات الأدبية، الجمعيات اللي هي لها علاقة بالكليات، الجرائد الحائطية كده. احنا جينا لقينا الناس علمونا الحاجة دي وخشينا معهم، اللي هو كانوا مساعدين تدريس او كانوا خريجين، و
متعطلين اللي ما لقوا شغل كده، كان بيجوا كان الجامعة بيقول متنفس بيجوا الجامعة. من المواقف اللي أنا بتذكرها وبجد أنا زي أنا في مواقف كده بحب أزعل منها. بتذكر أنا عندنا أنا قريت الأهلية، عندنا الجمعية دي معروفة على مستوى الأهلية، فأنا طلبت كوباية قهوة وقام جا واحد من أولاد كوست نسيت اسمه أو ما في داعي لذكر اسمه، جا من هناك طلب القهوة طوال الجمعية قامت اديته القهوة بتاعتي. فأنا كنت لدي قهوتي وبيت دي، الزول قام مشى سكت مشى قاعد في بيت كده، الجمعية دي نهارتني وكده هيثم كيف تقول كده؟ قال لي أنا ما بديك ذاته، شالت القهوة مشت وديته ليه وحنسته. قلت له هيثم ده خريج من سنة كم؟ وكان ما عرف تبعياته حزب. فالمهم الزول ده ما عنده حل يشتغل، قال بيجي هنا ده هيثم بيفرق بين الناس. فناس قاموا هاجروا وبقت الجامعات ما في ناس، جاء زي ما انت قلت جربتوا بين نفسكم، والطلاب لما جو الجامعات لقوا الجامعات فاضية ما في خريجين بنفس الجو بتاعنا. هل الكلام ده خلاصة الكلام، هل الكلام ده تحس حقيقي ولا مسبب للشباب ان هم ما ينتجوا؟ هل شنو انقطع الخط شوية كده؟ هل شنو السؤال؟ ما ده نحن ده تفسيرنا كان الفترة ديك، انه ليه الشباب دي اللي خشوا الجامعات مؤخرا ما زي الناس الزمان كانوا. هل تفتكر انه هجرة مجموعة من الشباب السودانيين العقول السودانيين اللي كانوا في الجامعات بسبب الضيق السياسي طلعوا، ده كان برضو من الاسباب خلت انه الاجيال اللاحقة جات الجامعات تكون بلا هدف بلا نموذج كده يقتدوا به، ولا كلام ده نحن والله يا أخي، والله هما أصلا حتى لو ما كان هاجر وكان حيكونوا طلعوا من الجامعة، يعني كان بيكونوا طلعوا، لكن الأجيال المتقدمة اللي ظهرت الجهة دي ما برضو كمان جات ب ب ب ب يعني بظروفها مختلفة. يعني انت احنا كلنا الناس اللي تخرجنا نهاية بداية الألفينات دي، الهسه ديلا المعطيات بتاعتهم مختلفة، الباك جراوندز بتاعتهم مختلفة، الانبوت اللي بيحصل لهم مصادر مختلفة، الانترست بتاعهم مختلف. فما عارفة يعني انا ما يعني ربما كان ممكن يكون في رول موديل سيان ده، لانه هما فعلا لسه في فقد للرول موديل، عشان كده بتلقاهم مشوا لجون سينا زمانك، يعني ده الميزة، او جاستن بيبر، او في فتره من الفترات يعني كان الرول موديل حاجه خارجيه ما عندها علاقه بالكالتشر السودانيه. لكن انا ما بعتقد شديد انه الهجره بتاعت العقول دي والقدرات دي هي واحده من الحاجات اللي ساهمت في انه ديل مالي ديلا القاب اصلا كبير، القاب اصلا كبير ما كان حيلقوهم، ومحتوياتهم مختلفه وخلفيتهم مختلفه وتحدياتهم مختلفه، مختلفين شباب دول مختلفين شديد. يعني انا دي واحده من الحاجات اللي فاجاتني شديد، ان انا كنت قايله انه بفهمهم بيفكروا كيف، فلقيت انه الشباب دول البرسبشنز بتاعتهم توتالي ديفرنت من حقتنا، توتالي ديفرنت. فعشان كده يعني الجاب جنريشن ده جد فعلا انا بشوفته يعني بيني انا وبين الشباب اللي انا شغاله معاهم. لكن انا بعتبر نفسي محظوظه شديد اني قعدت في الواطكي، يعني السنه كتير حتى في تربيتي لاولادي، تعاملي مع الشباب اللي في العيله عموما كده، يعني قريبه من الجيل ده، باعتبار انه قدرت افك الكود نسبيا، ما تماما، نسبيا افك الكود بتاع طريقه تفكيرهم واكون قريبه منهم، فتعلمت منهم كثير شديد. ففي اختلاف، في اختلاف كبير، ما اعتقد انه ده واحد من الاسباب. العزله اللي حصلت لهم من الرول مودلز بتاعنا الاجيال اللي فاتت دي سببه برضه الاختلاف الكبير في البرسبشن ذاتها والباك جراوند وكده، اكثر. ما أعرف لكن الكلام ده صح ولا غلط. كلام جميل يا جماعة. نحن ما دارين دكتور حميدة دي الليلة ما حنمسكها أكثر من ساعتين، يعني هسه فضلينا 25 دقيقة. أي زول عنده مداخلة في الفيسبوك، عنده مداخلة معنا في الزوم، يرفع يده عشان نديه الفرصة. يا دكتور حميدة، يعني طلبة الجامعات ويلا نبادر والحاجات دي كلها، يعني بتديك إيحاء شنو عن الشباب السوداني يعني؟ طيب، داير كلام الخير والإيمان ولا الجد؟ لا جد. طيب والله يا أخي، أنا يعني مؤخرا بقيت بعاين كده، حتى بيقولوا لي بقيت ساكتة وما بتنضي ما بتكتب في الفيسبوك وكده، لأنه في داخلة لي في حالة تأملية كبيرة كده، في إنه يا جماعة الشباب ديل
هم كويسين ولا مو كويسين؟ هو الموضوع ده شنو بالضبط كده يعني؟ الشعب السوداني قدراته عالية جدا في التمرد وكسر الـ كسر الـ كسر السيستم. يعني الباك جراوند من بدا من صغار، ما مسستمين، دي حاجة كويسة شديد. يعني أنا بفتكر إنه واحدة من مفاتيح السوشيال تشينج إنه نتمرد على المسلمات وعلى المفاتيح اللي عملت لنا نحن الناس الكبار ديل المكون الثقافي بتاعنا. فالتمرد عندهم عالي بطبيعة الشباب، لكن والمبادرة عندهم كويسة، القدرة على العمل الجماعي أقوى بكثير مننا نحن الأجيال اللي فوقهم جدا، يعني خفيفين خالص. أنا معجبة جدا بالشباب في الحتة بتاعت إنهم خفيفين، إحنا مثقلين كده بالكلاكيع، أنا بحب أسميها الكلاكيع، يعني إحنا الناس الكبار دول يعني لازم نعاين للزول ونعرف هو من وين، وتعرف ناس فلان وناس هاي، لو ما عملنا لك كده دي شفت تريلة كبيرة كده دي بتاعت سوشيال سيكيورتي كده، ما بنتعامل مع الزول. الشباب خفيفين، ما عنده شغلة معاك انت منو جاي من وين، زط 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 حاجاتهم مع بعض، عندهم حاجة مشتركة بيقضوها وما عندهم شغلة بالباقي. فده خفة محبذة جدا يعني في العمل الجماعي. أنا بفتكر عندهم قدرة على العمل الجماعي أحسن مننا بكثير خالص. شغل الثورة خلى أدى بروف للقصة دي، أدى بروف للقصة دي ممتاز، بأنه فعلا شغل القيادة دي كان نموذج، لأنه الناس الخفيفين شديد بيقدروا يعملوا حاجات كثيرة مع بعض بدون ما يتوقفوا في الاختلافات. الحاجة اللي ممكن أفتكر إنه بعد الحاجة الكويسة دي إنه القدرة التنظيمية التطويرية لمقدراتهم ما عالية. ما تتهموني يا جماعة، أنا عارفة إنه في شباب أوت ستاندينج وشغالين، وإيش أنا بتكلم بصورة جماعية جنرال عن حركة جماعية للشباب. ناقصنا كثير، ناقصنا كثير يا شباب. أنا غايته يعني معلش، أنا بعد ما اشتغلت كثير بفتكر إنه محتاجين نتواضع، لأنه محتاجين نقرأ كثير، نتواضع للمعرفة. إحنا ما لم أنا بفتكر ما لم الناس دي تقعد في الوطن وتبدأ رحلة حقيقية حقيقية جادة شديد للمعرفة وبناء بناء التجربة بصبر، بصبر وباستراتيجي، إحنا حنتأخر كثير، لأنه إحنا راجعين الشباب دول ما عندنا غيرهم. فمحتاجينهم. أنا واحدة من الاتهامات اللي بقيت بتهمها لشبابنا أو لنا نحن كأم سودانيين، إن هم ما جادة. يعني بنحب الحاجات سهلة كده تجينا وتجينا كده بس تجي، لانه احنا خطيرين، نحن جيل الراكب راس، لانه نحن ناس السي وناس الوي والكلام ما بياكل عيش ده. لكن ما جادين شديد في العمل التراكمي. العمل التراكمي هو اللي بيخلق التغيير، دايرين تغيير ودايرين الحلم السوداني ودايرين، ما بالحلونسه ما بيجي. فالعمل التراكمي ده انا ما شايفاه كثير للاسف لحد الان، ما شايفاه. العمل الجاد التراكمي الصبور الاستراتيجيك ما شايفاه كثير، ما بنصبر، ما بنصبر شديد. فده بيستدعي الناس تقرا التاريخ، تفهم انه هسه هسه الاحباط الشديد اللي حاصل للشباب ده شيء طبيعي جدا. يعني اي الناس تقرا عن البوست ريفوليوشن افري وير اراوند ذا وورلد، اي وقت بتلقى ده هو كده اصلا، وي ار نوت ان اكسبشن، يعني كل الدنيا كده يعني بعد الثوره. ليه انت تعلي الاكسبكتيشنز بتاعتك بدون ما تعرف القصه هي شنو؟ فبالراحه كده الناس لو قرت، لو بدات تاخد يعني نولج بيز لتجربتها، بتبرد حبه، بتقعد في الواطه. النتائج الملموسه دي انا كلمه بقيت ما بحبها. ما بحبها عديل، النتائج الملموسه دي الكويك وينز دي كلمه بتعمل لي اريتيشن عديل. فالشباب انا بس مناشده مني كده يا شباب، الموضوع ده محتاج الناس تبني تبني يعني تبني باكوموليتد ايفورتس حبه حبه، وتكون بتعاين هناك عايش شنو وتصبر. يعني احمد داوود وحيدر انتوا معانا ولا نمتوا تفضلوا. احمد معانا جزء بينو في محاضره زي دي يا دكتور. يلا تفضل. محاضر عديل الليله لكشرتكم عفوا. احمد من الشباب، احمد ده من الشباب معانا في مبادره الباحثين ومشرف، وما شاء الله يعني احمد ده عبقريه. يعني هو وحيدر ديل يعني انا من الشباب اللي بفتخر بهم جدا، ودايما بخليهم قريبين جدا من الحاجات دي، عشان يعني دي المرآة للشباب. يعني احمد وحيدر يعني. فاتفضل يا احمد. اول حاجه السلام عليكم. صوتك بعيد شويه كده. كيف؟ ايوه كده كويس تمام.
اي معليش، عندنا عادات وتقاليد النت قوي شديد. اوكي، كده واضح اتكلم؟ تمام. تفضل تفضل يا حيدر. اوكي، اول حاجه سعيدين كل السعاده والله، يعني دكتوره صراحه، يعني انا ما صراحه ما متابع كثير الشغل الخدمات الحياه المجتمعيه صراحه كثير، هم معكم يعني فيري سيريس، ما متابعه. انا شغال تمام برضو حملات توعويه لكن بشكل مختلف، احنا شغالين على مستوى بنقول اصلا احنا في السودان عندنا مشكلتنا الان الاساسيه انه المعلم او الاستاذ اذا كان في مرحله التعليم العام او التعليم العالي هو سبب الحاصل في المجتمع كله، لانه المعرفه المفروض تخش عن طريق التعليم عموما، زي ما انت قلت لازم نتواضع عشان نقرا. فاحنا عملنا حملات كبيره جدا بتدريب الاساتذه على مستوى التعليم العالي والتعليم العام، حتى تمام عملنا يعني قريب ل 2623 استاذ على مستوى جروب البحثين السوداني، وعلى مستوى ما شاء برضو الله عندنا مبادره اسمها جي جي، دربنا الان قاعد ادرب ما يقارب الخطه بتاعتنا 6000 معلم على التعليم العام، لقيت تم ممتاز تدريب تقريبا ممتاز. زي 300 وحاجه الان، ويوم السبت والاحد الجاي والاثنين عندنا، يعني الحمد لله هي مستمره تماما. فعموما احنا يعني الانتجريتد زي ما انت ذكرتي بكل الفعاليات دي، لانه هي كلها يعني زي ما بيقولوا السودان واحد، يعني انا شايف انه في نظريه بتقول انه اي اوبجكت عنده علاقه بالثاني مهما كان، يعني انت لو عملت تغيير في المجتمع انا عملت تغيير في المجتمع، هما الاثنين في نفس المجتمع فلازم يكون في انتجريتد مع بعض. يعني زي ما ذكر دكتور ياسين قبيل، المبادرات الكثيره دي اذا ما كان في انتجريتد بيناتها المرات ممكن تكون يعني بالصعب على نفس الشغل. يعني مثلا انا نفس الحته لو داير امشي حته اكس، انت اصلا بتمشيها انا ممكن اديك ماتيريال بتاع دي تمشي مره واحده للحته اكس دي، تعمل حاجتك وتعمل حاجتي فات مره، يعني ما ضروري انا ذات احمد امشي اعمل نفس الحياه دي صحيح كثيره. اي فدي ممكن برضه تقلل التكلفه، تقلل المجهود، تقلل الزمن. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في السودان. بنحسب، معلش انا ما اكون اخذت وقت كثير يا دكتور ياسين وقفني. احنا عندنا مشكله كبيره جدا اسمها التكلفه، الكوست بتاع التايم ما قاعد نحسبه. يعني مثلا عندنا مبنى بيكون وزاره او حكومه قاعد تبنيه بيكون بدته الليله بتنهيه بعد 7 سنين، هم ما خسروا، هم اي سوري هم بيقول لك احنا مع الظروف كده، لكن الناس لو كانوا دفعوا يعني جاهدوا انه يبنوا في خلال سنه بيجيبوا تكلفه بتاعت المبنى ذاته. احنا عندنا مشكله بتاعت الزمن، عامل الزمن السودان ما محسوب نهائي بكل مقاييس. بقول لك انا جايك بعد نص ساعه، هجيك بعد ساعتين، فانا جايك بعد 5 دقيقتين معك، فعامل الزمن ماشي. انت تاخرت الكلام ده تربط مع بعض، انت عندك ظرف. ف يلا احنا يعني عندنا احنا من انا شخصيا بشوف انه الجهد، المال، الزمن، الثلاث حيات دي يعني مرتبطه مع بعض، فاحنا نحاول قدر الامكان كل المبادرات تكون انتجريتد مع بعض بطريقه تساعد ان تبني المجتمع. احنا زي ما قلنا كلنا مبادرات تكامليه غير تنافسيه مهما كانت خدمه المجتمع من جانب اخر. ف غايته احنا من انا شخصيا كاحمد داود وتقريبا حيدر برضه هيأيدني وكل استاذ زي ما ذكرت دكتور ياسين حسي وهيثم، انا عندي مقدر كبير جدا في السوفت وير انجينيرنج، اي كان يعني بيلدينج سوليوشن فور يلا نبادر، ممكن اعمل لكم يا سلام بلاتفورم فور اي ليرنينج، ممكن المهم ممكن زي ما يقولوا الحاجه حاسه مع سينكين، يعني انا قاعد افكر في حاجات كثيره لكن ما حتيجي لا الا لا، اشوف في كم مشروع قاعدات بلاتفورم، دي واحده من شغلاتنا برضه انه نخلق البلاتفورم والنتورك اوكي بصوره اقوى، لانه كلامك صح بالمناسبه، هو الفراجمنتيشن ده واحده من الازمات الاساسيه في البلد، كل زول بيشتغل وبيشتغل في شغل سمح لكن ما عارف الثاني بيسوي في شنو، ممكن يعمل بالظبط. دوبليكيشن، ممكن يكون بيعمل نفس الحاجه في نفس ال، انا كان لكن تواصلت ما مع بزول مبادرات دكتور. الحته دي داخل فيها عدم قبول الاخر عندنا احنا؟ ايوه طبعا بالظبط. طبعا طبعا، احنا قبول عدم قبول الاخر ده احنا سياده، شفت احنا سياده عديل يعني وبلا فخر كمان، شفت احنا عندنا مشكله اساسيه في انه كل زول بيحضر للثاني في الظلمه ساي كده يعني بدون اي باك جراوندز ممكن تكون مبرره يعني. ما بنقدر، ما عارفه انا، ما عارفه ليه، انا ما عارفه ليه ما بنعرف نشتغل مع بعض، ما عارفه والله دي ما قدرت اصل لها لسه، انت تفيدونا قلت ناس يا السايكولوجي وقتها بعد. كان تقريبا
اها جاوبت قلت شنو؟ كان جاوبتها دكتورة نهلة، أستاذة نهلة تقريبا، إذا ما خانني اسمها هي اسم نهلة صح؟ أو نهاد، نهال، نهاد نهال معي، مديرنا التنفيذي. اي أي نهاد. كان جاوبتها قالت قالت إحنا في المجتمع السوداني مجتمع مبني على الأفراد، ما على القيمة، مبني على الجماعات، يعني جماعة كجماعة كقيمة مجتمعية كمواطنة. أنا ما عندي مواطنة، كان عندي كفرد عندي الأخلاق، عندي الكرامة، عندي، لكن كنت أشتغل مع الناس عندي الأنانية عندي. فكان قبل قالتها بطريقة ظريفة جدا نهال، معلش الاسم ده بتلخبط فيه. فالمهم فبالضبط كده، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. فدي لاحظنا حتى احنا كان رشحنا لمدارس الثانوي ان لو عاوزين مرشد اكاديمي ومرشد نفسي كل مدارس الثانوي، عايزين انه في مشكلة هنا ده نفسية. يعني تلقى ممكن واحد اوكي هو، انا ما ادري اقول طعن عشان الحكومه، ممكن تلقى وزير وهي حاجه، لكن السينك عنده مشكله نفسيه، المشكله ما جسديه. دي مشكلة المفروض تتعالج من الروضة يا أحمد، مش إن ينتظروها بالضبط. لحد الثانوي العالي كده. دقيقة لا ناخد حيدر و تفضل. ايوه السلام عليكم. باشمهندس حيدر مساء الخير. حبيك مساء أهلا الخير يا عليك، حيدر، كيفك؟ الله يكرمك يا دكتورة وكل الناس المتابعين لنا في الفيسبوك في الزوم، والحقيقي يطابوا انا ان شاء الله حاكون معاهم، يعني اطابع الحلقه دي للمره الثانيه ان شاء الله. انا حيدر ابراهيم او ابنك حيدر ابراهيم، زي ما انت فضلتي بالعافية. انك انت من بدايه الحلقه بتقولي انه نحن الناس الكبار والناس الكبار، ونحن الكبر ما شايفين انه فيكي، الكبر في المعرفه والكبر ما شاء الله كلها تكمن في الخبرات وفي الاعمال وفي خدماتك الجليله اللي انت قدمتيها للانسان السوداني او يعني مخصصه للطالب السوداني. فانا صراحه جذبني حاجه واحده من النقاط دي وبقيت عليه، يعني داير اتكلم فيه ممكن اكون دقيقه او اقل من دقيقه اذا سمحت. تفضل. نقطه انك انت تكوني قريبه من الطلاب، ومشكله انك انت يعني قدرت تصلي لنقطه حقيقيه انه الطالب اللي بيكون قاعد في البنش الاخير واللي بيكون عنده ديبريشن على طول، قد يكون عنده مشكله حقيقيه، وقد يكون هو واحد من الناس يوم من الايام يجي البلد ويفخر به وانه ده الانسان الناجح. فالناس ليه دائما يعني على المجتمع الاكاديمي بالذات انه ينظروا للطالب ده، ليه ما يكونوا قريبين؟ زي ما حسي ذكر الاستاذ احمد داوود انه المفروض يكون في ناس اصلا نفسانيين او ناس عندهم اختصاص، يعني يكونوا قريبين حتى من الطالب، يعرفوا نفسياته ويعرفوا شنو المشكله اللي بيخليك انك انت ما تجتهد وما تلقى نفسك قريب من المجال الاكاديمي، وليه ما بتحب الحاجه دي؟ هل الحاجه دي مبنيه على التنشئه بتاعتك، ولا هل عندك مشكله حقيقيه؟ انت ممكن تكون انت رساله للمجتمع ممكن تخدم في يوم من الايام. فصراحه الاسلوب اللي انت مشيتي عليه كيب جوينج، وربنا يوفقك، واتمنى انه اي استاذ جامعي يجي يحضر المحاضره ده نفس النمط، ما يكون اصلا في بينه وبين طالبك على الاطلاق، يعني يكون في حواجز، لانه انت زي ما بتقدم بالمقابل انت محتاج لمعرفه بتجيب لذخيرتك في حياتك. الناس متفاوتين في العلم بغض النظر عن درجاتك الاكاديميه او خير، انت بتستفيد من طالبك، وبالمقابل حتبني شخصيه لمجتمع يوم من الايام هيكون قائد بالنسبه لمجتمع كامل. فانت لما تبني صيغه ده جزء من الشغل المفروض يترتب عليه العمليه او السلم التعليمي، يعني انه كونه تبني بنايه شخص اكاديمي ناجح، ده واحد من اساسيات الاكاديميات اللي هو اللي نحن من اجل مشينا الجامعه ودرسنا صحيح. وتعلمنا، يعني ما بس فقط اكاديميات والواحد يتخرج وكده، لا، الواحد يتخرج وفي نفس الوقت يكون عنده الامكانيه والمقدره انه يواجه المجتمع ويقدر يساعد ويخدم ويبادر، لانه الحاجه دي شافها من دكتور، يعني دكتور ولا دكتور، المهم اتبنت في شخصيته اثناء دراسته. فان شاء الله يعني ربنا يوفقك الناس اللي معاك كلهم، وانا شخصيا يعني متكيف جدا للحاجات اللي عملتوها ولطريقه السرد بالنسبه للمعلومات وللقصص اللي حصلت دي، لكن بس بقول ان احنا يعني دائما قصه ان احنا الكبار دي شيلها برا على كلمه. الشيء لوش كويس، اتفقنا اتفقنا يا حيدر، كلامك سمح، اتفقنا. ندي فرصة لي يديك العافية، شكرا لك، تسلم.
شكرا شكرا يا باشمهندس حيدر، يعني يديكم العافيه يا جماعه، فاضل لنا 9 دقائق بالضبط، انا وحزيد فيها ولا دقيقه. اشكر ابو بكر سعيد، يعني في ابو بكر ده طبعا ما شاء الله من الناس دائما اللي بيتابعنا في الفيسبوك، ودائما تعليقاته جميله وحميمه وحكيمه يعني. فبقول لك يا دكتوره، اولويات الشباب بتختلف عن زمانكم في اي شيء. الدكتوره دي ما كبيره بالمناسبه، مكبره نفسها برايا. بعد كده بنحتاج للمعرفه والعمل الجماعي والقياده الرشيده. ده كان محور الحلقه بتاعتنا، يعني بنتكلم عن الليدر شيب، وشفنا كيف انه الليدر شيب عملت الامباكت في يلا نبادر يعني. في اي مداخله يا جماعه الناس اللي معنا في زوم؟ في زول عنده مداخله؟ طيب يا دكتوره، يعني قبل ما نختم، يعني رؤيتك شنو للمنظمات التطوعيه دي يعني في السنوات المقبله يعني؟ والله يا أخي رؤيتي الخاصة إنه إحنا one day المنظمات دي حتكون هي القائد، الحراك الوطني كله، الحراك الوطني كله. أنا بأمل يعني إنه المجتمع المدني ده هو اللي بيقدم الحل، وهو اللي بيقوده، وهو اللي بيضغط decision makers إنهم يعملوه بصورة منظمة واستراتيجية وقوية. دي فعلا ده حلمنا من زمان يعني، من المجتمع، لأنه مهما كان القطاع خاص همومه مختلفة، الحكومات politicians are not giving anything يعني على مر التاريخ. يعني احنا بنتكلم عن انه المجتمع المدني هو يبقى الرافد لكل القطاعات دي، عشان في الآخر الوزير يكون جايين من مجتمع مدني، ففي عينه مجتمعية، قادر يتخيل الإنسان بهناك يعني. he can put his himself in other shoes، لأنه هو القرار بتاعه بيأثر على البلد كلها. يعني بتخيل إن المجتمع المدني ممكن يجيب مدير المصنع، ويقدر يجيب العامل التحت، ويقدر يجيب، يعني أنا واحد من أحلامي إنه السوشيال ليدرشيب اللي إحنا بنحاول نبني فيها نحن وآخرين كتار، بادية من المايند سيت اللي حيتغير، من الاتيتيود اللي حيتبدل، من طريقة التفكير، من القصص دي حتنعكس في شكل بتاع مشاريع، وشكل بتاع ممارسة للعمل المجتمعي قوية، أقوى من مجرد حقيبة رمضانية والكلام ده. يعني الحاجات دي حاجات بتاع التكافل المجتمعي، حقت ناس الاحياء، حقت النسوان في الحله يسووا حقيبتهم الرمضانيه، الرجال في المسجد يسووا ناس حلتهم، طلبه في الجامعه يفتشوا فراشاتهم يعملوا لهم. ده مش شغل بتاع المؤسسات. المؤسسات ممكن يبقى عندنا جامعه كامله زي ما في بريطانيا، جامعه كامله تابعه للمجتمع المدني، عندنا قناه كامله زي البي بي سي تابعه للمجتمع المدني، حره. يعني انا بفتكر انه الديفلوبمنت زي ما بيقول أمارتيا سين، ما في تنمية بدون حرية، ما في الحرية، ما بيكفلها إلا مجتمع مدني قوي وقادر يقول كلمته. لكن لو قعدنا نتكلم على مستوى بتاع مشاريع صغيرة، خط الفقر، ما عارف ووش هايجين، الكلام الإسي إحنا الناس مدورين فيه، ده فرضه علينا طبيعة المرحلة، لكن not anymore. أنا بفتكر إنه استراتيجيكلي الفيجن الحقيقية إنه المجتمع المدني ده يبقى بمؤسساته، برأس ماله، باقتصاده الحر، بحاجاته اللي بيقدر، عشان لما يبقى في تغيير حقيقي يقدر يقول كلمته بصورة قوية. دي الفيجن اللي أنا بحلم بها. وطبعا أكيد يا جماعة، إحنا لو جينا رجعنا، لو لقينا كل الناس الرؤساء السيئين المروا على تاريخ السودان، الوزراء السيئين المروا على تاريخ السودان، بتاعين الأمن السيئين اللي ضربوا البنات وضربوا الأولاد وقتلوا الناس، ده في النهايه جو من وين يا جماعه؟ ما جونا من القمر، ولا جونا من المجتمع السوداني ده. معناه الخير اللي فينا نحن، يعني احنا المفروض نقعد في الواطه ونواجه المشكله دي ونحلها، نغير المايند سيت بتاعنا زي ما قالت الدكتوره. طيب بعدين في حاجه صغيره يا دكتور ياسين، اللي هي يعني انا ما بحب اقول له احنا اصلا السودانيين ديل ما بنعرف نشتغل مع بعض، واحنا اصلا السودانيين ديل احنا مشاكلنا شاطرين فين نسردها، لكن يعني الفكره ما انك تنقدها، الفكره انك يو جاست يعني زي ما بيقولوا تهضمها عشان تقدر تستوعبها في تعاملك مع الاخر في الحته دي. انت بتتعامل معه فاهم انه هو عنده ازمه في التعامل معك، فبتقدر انك تتعامل معه بالطريقه، ما بتقول هو قاصدني، وهو انت
وانس انك استوعبت مشكله الشعب السوداني دي، المفروض انا اشوفها منعكسه في سلوكياتك، في صبرك على الاخر، في تجاوزك عن الحاجات، في يعني بتبقى انت هضمك لانه مشكلتنا النفسيه او المكون الثقافي الديستورتد السوداني اللي هو عامل لنا افرز لنا المشاكل دي، احنا فهمنا ليه وحقه ينعكس في طريقه تعاملنا مع الناس ذاتها ومع الاحداث ومع شكل الحياه. نعم فده بيخلينا نطلع من دائره الانتقاد الغير بناء لحياه عمليه شويه. طيب، عندنا سؤالين ناخذ. دكتورة رشا تفضلي. السلام عليكم، وعليكم شكرا السلام. جزيلا على الكلام، على السرد الشيق جدا وعلى التجربة الثرة يعني الأخت حميدة، إن شاء الله موفقة يا رب العالمين، ومعاكي إن حبيبي شاء الله مبادرين دايما، فكلنا يلا مبادر إن شاء الله. أكيد. الحاجة اللي حابة أقولها من تجربتي أنا الشخصية في العمل التطوعي، إحنا كان ممكن تكون يا حميدة عندك فكرة عن تيش السودان، اللي هي تيشرز ايوه اوف انجلش تو سبيك اس اور اذر لانجويجز، واحده من المنظمات احنا كنا عملناها في السودان لتدريب الاساتذه، وعقدنا كميه من المؤتمرات المهمه، وكانت عندنا نشاط كبير جدا. يعني ال 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 المنظمه الان وقفت، السبب الاساسي فيها الافراد. يعني الحاجه اللي حابه اقولها، الاساس في العمل الطوعي هو التربية الوطنية، يعني لازم يكون عندنا إحساس بالانتماء للوطن، مش للانتماء للأفراد أو الانتماء لأحزاب. يعني إحنا عندنا عقلية إنه والله يا إما أنا أو الطوفان، وده الأسي حاصل في السودان، يعني إما تجيبني أنا ولا خلاص تخرب، أو مثلا إنه أنا والله إذا عملت شغل الحاجة بعد ده لازم يهد كل الشغل اللي أنا عملته عشان هو يبدأ من جديد. اجتمعت كل الأسباب دي وقفت أسه حاليا تيسو السودان من الشغل، يعني مؤقتا إن شاء الله تعاود. لكن النقطة الأساسية إنه والله محتاجين التربية الوطنية. التربية الوطنية مفروض تكون كمنهج يدرس من البداية، من الأساس. المناهج الآن الجديدة دخلت دي مفروض من البداية يخش منهج تربية وطنية، ننمي في الأجيال الجاية دي حبها للوطن والولاء التام للوطن فقط، ما يكون في أي ولاء لحزب أو ولاء لشخص، لأنه ده السبب الأساسي في تدمير كل الأعمال الطوعية اللي أو المبادرات الطوعية اللي قاعد تقوم، يعني للأسف صحيح الشديد. اتفق معك فعلا، وفعلا كان تيسو السودان بيقدم في خدمة فريدة لأساتذة اللغة الإنجليزية في البلد حقيقي، يعني كان مجهود جبار وانت كنت بديتيه فعلا، وبعدك كان في ناس حاولوا كثير، لكن يعني تيسو السودان is not an exception، ياهو طريقتنا في الحاجات يعني ما مستدامة، بنختلف كثير، بنتحمس فترة وتاني نوقف، يعني ياها مشاكلنا، يعني نحاول لغايته ماشيين شوية شوية طيب إن شاء الله. عندنا. نعم بس هي نقطة، يعني تربية وطنية إذا كان في فعلا في ولاء للسودان فقط، ما بكون في كل الصالح العام، المشاكل. ولا نعم للصالح الصالح العام العام، للصالح الخاص، التجرد نعم يعني التجرد من نعم الذاتية شوية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء بالضبط الله. كده. طيب عندنا ربنا يوفقك إن شاء الله. جزاك الله الله خير، يبارك شكرا فيك، لك. شكرا لك، شكرا لك كثير على المداخلة بتاعتك. طيب سؤال أخير، وإن كان نحن التزمنا الساعة 10 لكن هو جات، فعندنا سؤال بيقول طيب معلش سوري، فالسؤال بيقول يا دكتورة قال لك التحديات اللي كانت وما زالت تواجهكم في شغلكم، وشنو الحاجات اللي بتشجعك وبتشجعي بيها الشباب على الاستمرار وتقديم النتائج الإيجابية المرغوبة والمنتظرة؟ وشكرا. أخونا أنا الصالح في الفيسبوك. طيب مرحبا بك يا أنس. التحديات اللي بتلاقينا كثيرة، ابتداء من الإنسان السوداني ذاته اللي احنا شغالين معاه وشغالين له ذاته. الإنسان السوداني لسه كل زول كان قاعدنا بيقعد يحكي لك 30 قصة عن إنه في مشكلة في كده وفي مشكلة في كده. التعامل عموما مع يعني أنا دايما بقول المنظمات اللي بتشتغل في بنى المدارس، في الإطعام، في يعني بتشتغل في حاجات مادية مريحة، يعني بتقدر تحسب الأرقام، بتقدر تعمل كنترول كويس على
الوارد والصادر، بتقدر تقيم نجاح المشروع بصورة واضحة. التعامل مع المتغير اللي هو الإنسان ده ما سهل، ما سهل. يعني إحنا عندنا عموما مشكلة بتاعت ليدرشيب، يعني بتقدر عشان تقدر تعمل تيم وتقدر تحافظ عليه وتدربه كويس وتشتغل معاه شغل كويس، وهم ذاتهم يقدروا يشتغلوا مع بعض، ويجيك الزول المناسب والتيم يكون منسجم مع بعض ويقدروا يستمروا فترة طويلة مع بعض، ده تحدي كبير. أنا بالنسبة لي ده تحدي. الناس اللي بتتوقع انه التحدي يبقى في انه البادجت والميزانيات والكلام ده، ما كتير. يعني الميزانيات ممكن تجي والقروش ممكن تجي، لكن منو اللي بيشغلها؟ منو اللي بيقيف على القصه على اساس انه هو بليفر حقيقي ويستمر في القصه دي؟ ده من التحديات الكبيره. العمل مع المتغير اللي هو الانسان ده ان اكسبكتد، انت ما بتقدر تعرف زولك ده هيقعد معاك كم. الالتزام بتاع العمل ما عالي عندنا، فنحن دائما هسه واحده من التشالنجز الاساسيه وهسه حاليا احنا مارين بيه، وانه نكون تيم للمشاريع. هسه عندنا 4 مشاريع، كل مشروع عايز تيم، عايز تيم، والتيم بنكون بنعاين، نعرض، نفتح وظيفه، بيجونا، بنضيع زمن طويل في انترفيوز وفي ابلكيشن، في الاخر الزول اللي بنفترض انه حيجي يعمل بيجي بعد شهرين بيعتذر، بيقول لي الله يا اخي عندي حاجه ثانيه. خلاص ده بكون احنا يعني ضربنا شديد عليه، انه بقينا خلينا القصه دي نشتغل هيد هانتنج، يا خلاص نعاين الناس المجربين على الاقل، لانه زول بيكون بتعرفه. ودي حاجه من ناحيه كده سيستماتيك ما ظابطه، لانه احسن انت تفتح الفرصه للناس، لكن ما في زمن، فانت بتكون ما بين تو فولو ذا سيستم ولا تو فولو ذا زي ما بيقولوا الريزلت بيزد اكشن. يعني في تشالنج كبير في الحته دي، في ازمه مهنيه عندنا في البلد، عشان تلقى الزول الضابط في المكان الضابط ويلتزم معاك، ده تحدي بالنسبه لنا كبير، لانه شغلنا ده ما هي زول بيصبر عليه، ما سهل. ما انت بتمشي بتشيل شوال بتوديه وانتهيت، لكن عشان تبني لك شغل بياخد وقت طويل، عايز لك ناس بطريقه مختلفه. التحدي الثاني الليكي كونتكست اللي احنا قاعدين فيه ده هسه حاليا، ده اكبر تحدي بالنسبه لنا برضه. فيري ليكي كونتكست، يعني انت في حته ما في ضمانات لاي حاجه، وما 3 مرات عشان بلان تفشله، ما قادر تخطط، لانه انت كل الحاجات ما انستيبل، يعني على كل الاصعده يعني. فدي قصه. تحدي التمويل طبعا بيفرض نفسه حاليا بالذات السنه دي، بيفرض نفسه يعني فعلا. الشباب والنجاحات بتاعتهم وكده، ما في حل غير انه ناس تواصل، يعني ما في حل، ما عندنا حل ثاني، نو واي اوت. وشكرا، شكرا الرشيد. الرشيد قال العمل التطوعي فاقد المؤسسيه، غالبيته مبني على عاطفه عابره تنقصه رؤيه واهداف واضح في الاستمراريه. فعلا ده زي ما قالت الدكتوره حميده. دكتوره حميده نحن شاكرين جدا جدا، ما حنقدر بعدنا نسالك ولا سؤال، لانه خلاص الساعه يعني دي 2:04 وانت جايه مشوار عشان تلبي لنا الدعوه بتاعتنا دي. اول حاجه يعني شكرا، شكرا كثيرا على زمنك، وشكرا كثيرا على الحاجه اللي بتعملوا فيها. انتوا بتعملوا في شغل نبيل جدا جدا، واكيد طبعا شغل زي ده الواحد بيحبط وبيكون فيه ابس اند داونز وكده يعني. فلكن يعني ان شاء الله حنكون معاك، حنساعدك بقدر ما نملك. حيدر، احمد، هيثم، وشخص الضعيف ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كثير، وشكرا ليلا مبادر، وامسيه والله جميله جدا جدا، يعني بديناها من الزواج المبكر والدعم الأسري وإنك أنت خشيتي الآداب يعني الحاجات اللي بتطرأ على المجتمع شنو، والدراسة ليها، والعامل التحليلي، والنتورك، والكارير بلان، يعني حاجات جميلة جدا جدا. فكتر خيرك كثير، شكرا لك، وشكرا يعني لزمنك، وشكرا لكل الناس اللي تابعونا يا جماعة الله في الفيسبوك وفي الزوم. يديك العافية يا دكتورة. شكرا لكم كثير، شكرا لكم، انتم بتعملوا في عمل عظيم. والسودانيز ريسيرش انيشيتيف دي بقت يعني بارت اوف اور لايف، يعني اللايف ستايل بتاعنا، لانه يعني بنعمل ريكومنديشن دائما بها، وحقيقه تقدم خدمه كبيره يعني، لانه تربط الناس كلهم مع بعض ويفهموا يبدوا صح كيف. شكرا لكم، كثر خيركم كثير ان شاء الله. شكرا لكم يا جماعه، والى نلتقي الخميس القادم يعني.